السلام عليكم، سامعني؟ في صوت؟ ممكن أكيد إنه سامعين حاجة؟ ما بيقول لك بعد ما الناس تلاحظ اللايكات هتاخد دقيقتين. في زول واحد حصل لسه عنده قشة. بتاعي بعد ما اشوف أي نسأل يعني عمر هناك اذا ما سامي كده يا عمر؟ كانت لما هم بيحضروا بعدك ما تكون طوال اللايف في الفيسبوك، بعدين بعدك بتنزل قاعدة. ساوند از جود، تمام. دفعة دي للناس اللي على ده، هسه الناس بيتعلق طوال. بعدها بعدين ممكن نبدأ ظريف. السلام عليكم، أنا قاسم، واحد من المشرفين في مجموعة الباحثين السودانيين. الآن عندنا ويبينار يعني خاص جدا جدا بيقدمه البروف العلامة دكتور سلمان محمد أحمد سلمان. دكتور سلمان متخرج من جامعة الخرطوم بكالوريوس في القانون، بعد ذلك التحق بجامعة ييل محل ما حضر الماستر والدكتوراه حقته، وبعد ذلك راجع السودان اشتغل كمحاضر في كلية القانون جامعة الخرطوم، ومنها مشى التحق باليوان، اشتغل مستشار قانوني للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روم إيطاليا. من بعد ذاك مشى التحق بالبنك الدولي عام 1994 واشتغل كمستشار للقوانين وسياسات المياه. الدكتور قاعد عن العمل بالبنك الدولي عام 2009، وحاليا بيعمل زميل للجمعية الدولية لمصادر المياه ويرأس تحرير دوريات قوانين المياه الدولية. ألف دكتور سلمان 15 كتاب وأكثر من 70 مقال في دوريات عالمية، ومعظم كتاباته موجودة في موقعه الإلكتروني اللي هو سلمان SALMAN بعدك MA سلمان تاني SALMAN.org.com. هكتب هنا في الكومنتس، لو دارين ممكن من الكومنتس هذول يدوس سؤال يخش اللينك. فبعد كده طوال ندي الدكتور المنصة نخليه يبدأ، لأن احنا متأخرين شديد لكمية من مشاكل التقنية. طيب أكيد متابعين ال طيب بحتاج هناك كويس كده كويس كده كويس عشان ممكن شكرا جزيلا قاسم، صوتي مسموع لكم؟ حاجه ترى حيكون كيف موجود مش كده؟ جميل. حنتكلم عن السودان وقضايا مهنيه المعاصره، والمحاضره حتتقسم الى 4 اجزاء: جغرافيا السياسيه لنهر النيل، وضعيه اتفاقيات نهر النيل، وثالثا اتفاقيات عنتبي، ودورها كبديل لهذه الاتفاقيات. وحنتكلم عن سد النهضه، حقائق أساسية عن السد وعن فوائد السودان، الموقف السوداني المصري والخلاف بين الدولتين، والاتفاقيات اتفاقيتان في اتفاقيتين لسد النهضة، وهناك اتفاقيتان لسد النهضة هنتكلم عنهم. وحنختم المحاضرة بالسودان ومستوى العلاقات النيل على ضوء اتفاقية عنتبي وسد النهضة. نهر النيل من أطول الأنهار، بيمتاز بعدة خصائص. أطول نهر في العالم، أطول نهر في العالم، بيطول من المنابع في تلال بوروندي ورواندا حوالي 6660 كيلومتر. وقصير ثاني انه في حوض النيل بتقع ثاني اكبر بحيره في العالم، بحيره فيكتوريا، مساحتها حوالي 86000 كيلومتر مربع، وهي ثاني اكبر بحيره في العالم بعد بحيره سوبيريور في امريكا الشماليه. الخاصيه الثالثه، بنجد اكبر مستنقعات في العالم، مستنقعات السد او المتحجره في السودان، اللي بتصل مساحتها في بعض الاحيان ل 30000 كيلومتر. بنجد من الخصائص الاخرى لنهر النيل انه في اكبر واقدم سدود في العالم، بدات في القرن التاسع عشر في بدايه بخزان اسوان، وفي بدايه القرن العشرين خزان سنار، وبعد ذلك سلسله من السدود. بنجد النهر من اكثر الانهار في العالم للروافد واسماء اختلافا من دوله لدوله، يعني النيل الازرق في اثيوبيا اسمه عباي، في السودان النيل الازرق، النيل الابيض بيبدا بنيل فيكتوريا وبيبقى بعد فتره بحر الجبل لما ندخل جنوب السودان، وبيلاقي مجموعه من الفروع بحر العرب، و
وبحر الغزال، وبيبقى بعدك اسمه النيل النيل الابيض. فبنجد مجموعه من الاسماء اللي في نفس النهر. الدول المشاركه 11 دوله: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطيه، يوغندا، كينيا، تنزانيا، اثيوبيا، اريتريا، السودان، مصر وجنوب السودان. هذا النيل بيغطي حوالي 10% من مساحه افريقيا، وحوالي 250 مليون ل 300 مليون من ربع سكان افريقيا يعتمدوا او بيعيشوا على النهر، ويتوقع ان يصل العدد ب 300 مليون في عام 2025 ولا حوالي 500 مليون في عام 2050. تباين كبير في هذا النيل، سبع من افقر الدول في العالم، ونزاعات داخليه في 10 دول من عام 1994. يعني اذا استثنينا تنزانيا بنجد كل دول هذا النيل مرت بنزاعات داخليه من 94 بدءا بحرب الاباده في رواندا والحروب الاهليه في بوروندي والكونغو الديمقراطيه وكينيا بعد الانتخابات ويوغندا والسودان وجنوب السودان ومصر بعد الثورات بعد الربيع في 2011. فالدوله الوحيده اللي ما مرت بخلافات داخليه ونزاعات داخليه هي تنزانيا. بأتباين في مناخ استوائي في منطقة البحيرات ومناطق المنابر، وبدرجة يسافرنا وينتهي لمناخ صحراوي في شمال السودان ومصر. تباين حاد في الأمطار نزيد في ذلك، وفي تباين في الحوض نفسه. 86% من مياه نهر النيل بتأتي من إثيوبيا، 86% بتأتي من إثيوبيا، 59% من نيل الأزرق، 13% و 14% الصومال، 14% فقط بتأتي من بحر فيكتوريا، من النيل الأزرق من بحر فيكتوريا، 28% من النيل الأزرق من مصر بتستعمل حوالي 85% والسودان حوالي 5%. 90% من سكان مصر بيعيشوا على 5% من الأراضي على النيل، وإثيوبيا لحد فترات تحدي حوالي 10 سنوات الماضية كان بيكون في مجاعات كل 8 إلى 10 سنوات. بنجد تباين كبير في دور هذا النيل. بنجد هذه التباين تباينات في الاستعمالات والاهتمامات. يعني ممكن نقسم دور النيل ال 11 لأربع مجموعات: مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان. الاهتمامات والاستعمالات عالية جدا، يوغندا عالية، كينيا وتنزانيا وبوروندي ورواندا متوسطة، الكونغو وإريتريا الاستعمالات والاهتمامات ضعيفة. إريتريا بسبب إنه الفرع الوحيد اللي بيمر بإريتريا هو السيتيت اللي هو جزء من الحضرة، والكونغو هناك نهر الكونغو اللي هو يساوي 17 مرة نهر النيل، فبالتالي نهر النيل ما بيعني كثير للكونغو. التباينات بين النيل الأزرق والأبيض، النيل الأزرق موسم الانسداد بتأتي الأمطار في من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. 75% من مياه النيل الأزرق بتأتي في 3 أشهر، و 75% بتأتي في 7 أشهر في 9 أشهر بعد. الحاد الانحدار اللي هو الساعة تزود الكهرباء، وكمية ضخمة من الطمي بتأتي مع النيل مع كل سنة مع النيل اللي هي قفلت السدود وقلت من سدود السودان وقلت من إمكانياتها التخزينية والتوليدية. والانحدار أيضا ساعد على انه يكون نهر النيل الازرق مصدر للكهرباء. النيل الابيض من الجانب الاخر ضعيف الانسياب متوسط خلال العام، ما في فتره ما زي النيل الازرق الانسياب متوسط خلال العام كله، يعني ما فتره فيضان وفتره جفاف، وده بعوض ضعف انسياب النيل الازرق في الشهور الستة الاولى من السنه باعتبار انه النيل الابيض طوال العام. ده فرق رئيسي بين النيل الازرق والنيل الابيض. في تباين في البنيه التحتيه، 10% فقط من الطاقه الكهربائيه مستغله في هذا النيل، حوالي 30% من السكان فقط لديهم خدمات كهربائيه، 70% من سكان هذا النيل ليس لديهم خدمات كهربائيه، 40% فقط من الاراضي القابله للري مستغله. اثيوبيا فيها اقل مياه مخزنه في العالم حتى لحد فتره قريب، وبرامج التنميه احاديه، ما في شيء مشترك بين الدول دي، ما في برنامج، ما في برامج مشتركه زي الدول الثانيه مثلا نهرس. دول حوض السنغال عندها مجموعه من السدود مشتركه وبالجيره. حوض النيل ما في اي برنامج مشترك، ما في مشاريع مشتركه، برامج احاديه كل دوله بتبني في مشاريع بدون تنسيق مع الدول الاخرى وبدون مشاركه الدول الاخرى. ما في غير النيل ورافض بقوه الدول، ما في علاقات اقتصاديه، ما في خويه، ما في علاقات ثقافيه قويه. وبنجد انه الوضع تغير بعض الشيء بعد قيام وجود حوض النيل، لكن تغيير ما كبير. بنجد كمية من التحديات بتواجه من النيل، زيادة المطردة في السكان والتدهورات المناخية والتدهور البيئي كلها بتعمق النزاعات. الانسياب الكلي لنهر النيل في أسوان بيساوي 84 مليار متر مكعب، ده لحد وقت قريب تغير الوضع بعض الشيء، لكن لحد بداية الستينات ده كان الرقم، والرقم هذا
ذكر في اتفاقية 59 انه متوسط الانسياب للنيل 84 مليار متر مكعب. تغير الوضع بعض الشيء، لكن لتمسك في لفتره ب 84 مليار ضمن اغانينا بانهار اخرى. 84 مليار بيساوي 2% من نهر الامازون. بمعنى اخر انه احنا بنحتاج ل 50 نهر نيل عشان يساوي نهر الامازون واحد من الامازون. 6% من نهر الكونغو كما ذكرنا، محتاج نهر الكونغو بيساوي 17 مره نهر النيل. نهر النيل 12% من اليانسي، وحتى نهر النيجر في غرب افريقيا وزمبيزي الاثنين برضو نهر النيل اصغر كثير منهم. مياه البحيرات الاستوائيه والامطار ومياه الروافد بتتبخر ويتسرب معظمها في مستقعات جنوب السودان، زي ما ذكرنا انه بيتبخر حوالي 30 مليار متر مكعب او بتحجز في مستقعات جنوب السودان. قبل انفصال جنوب السودان كان في حوالي 64% من حوض النيل بيقع في السودان، 64%. بعد الانفصال لأن الحدود نفسها ما رسمت لحد الآن، حوالي 44 في الشمال و20 في الجنوب. برضو ما زال السودان هو أكبر دولة في حوض النيل. بمقارنة بحجم المياه الواردة بنجد إنه النيل الأزرق الانسياب بيساوي 50 مليار متر مكعب في السنة متوسط، ده بيساوي حوالي 60%. النيل الأبيض 11.5 14%، الصداد بيساوي 11.5 14%، أكبر بيساوي 11 13%، 59 و14 و14. عند اسوان 84 مليار اللي هي بيساوي 100%، 72.5 مليار بتاتي من اثيوبيا اللي هي 86، و11.5 مليار فقط بتاتي من البحيرات الاستوائيه اللي بتساوي 14%. مساحه الحوض في كل من الدوله والدول، كما ذكرنا السودان قبل الانفصال جنوب السودان كان حوالي 64% ودلوقتي حوالي 44%، بيلي السودان جنوب السودان، بعده اثيوبيا حوالي 11%، ومصر حوالي 9%، يوغندا 7%، تنزانيا 3%، كينيا 1%، الكونغو أقل من 1%، 7 من 1%، ورواندا وبوروندي أقل من نصف 1%، إريتريا حوالي 1 من 10%. بيجد السودان ما زال هو أكبر دول في حوض النيل بحوالي 44% من الحوض. هناك مجموعه من الاتفاقيات عقدت في فترات الاستعمار من عام 1891. اول اتفاقيه عقدت في حوض النيل 1891 بين بريطانيا العظمى وايطاليا، وجاءت بعدها اتفاقيه 1902 بين اثيوبيا وبريطانيا، وفي اتفاقيه 1906 بين بريطانيا وايطاليا، وفي اتفاقيه 1929 بين بريطانيا وبين مصر وبريطانيا اللي هي حتوقف في اتفاقيتين 1902 و1929. بعدها في مجموعة من الاتفاقيات 34-49، لكن أهم اتفاقية بعد كده اتفاقية 59 اللي هنتكلم عنها بتفصيل شديد بين مصر والسودان، وفي اتفاقية عقدت سنة 93 بين 91 بين السودان وإثيوبيا، و93 بين إثيوبيا ومصر، وبعدهم في اتفاقية عنتبي اللي هي تم توقيع عليها في 2010 بست دول. السودان ومصر عارضة الاتفاقية دي، لكن وقعت على ست دول أخرى. فدي اتفاقيات بعضها في الفترة الحقبة الاستعمارية، ما في اتفاقية واحدة شاملة لكل دول الحوض. يعني أكثر الاتفاقية شمولا هي اتفاقية عنتبي اللي هي السودان ومصر ما طرف فيها، لكن هي أكثر اتفاقية. في اتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، وكانت ترسيم الحدود بين السودان ومصر، وتضمنت نص بيحتي مصر بيحتي بيحتي بريطانيا حق الاعتراض على اي مشروع في حوض النيل في اثيوبيا. الاثيوبيا قالت انه النص الانجليزي والنص الامهري يختلفوا من بعض، وانه هذه اتفاقيه لم يتم التصديق عليها بواسطه اي من الجهات، وتم التوقيع عليها بين مينليك وبين السلطات البريطانيه، وان حتى لو كانت ملزمه، هي بتقول انها ما ملزمه، لكن حتى لو ملزمه مصر ما طرف فيها، وبالتالي هي ما ملزمه، مصر ما ممكن تدعي انها لها حقوق بمقتضى هذه الاتفاقيه. فاتفاقيه 1902 مصر بتصر عليها وتقول انها ورثت هذا الحق، واثيوبيا بترفض. فهذه اتفاقيه واحده من الاتفاقيات الاساسيه اللي خلقت اشكاليه بين اثيوبيا ومصر. اتفاقيه 29 بين بريطانيا ومصر مره ثانيه اعطت مصر حق النقض على المشاريع في حوض النيل في دول اللي تحت السياده البريطانيه اللي كانت تنجانيقه في الوقت ذاك، اللي هي تنزانيا وكينيا ويوغندا والسودان. الدول الثلاثة دي بمجرد استقلالها أعطت الاتفاقية دي سنة عشان ما يتم التفاوض عليها، وقالت إنها بعد سنة إذا ما تم التفاوض عليها بتسقط وغير ملزمة اليوم. دي اسمها نظرية نايريري
لتوارث الاتفاقيات. مصر تمسكت بالاتفاقيه، السودان ما كان متمسك بها، لان السودان نفسه في فتره من الفترات اعلن انه ما ملزم بالاتفاقيه. فهذه الدول اعلنت انها ليست ملزمه بهذه الاتفاقيه، ومصر بتصير انها ملزمه، وهي اتفاقيه اخرى فيها نزاعات جدا بين الدول. الاتفاقيه الثالثه اللي هي اتفاقيه 59، اتفاقيه ثنائيه بين مصر والسودان، والتفاوض عليها بدا. يعني في اخطاء كثيره حول اتفاقيه 59، بعض الكتاب وبعض الباحثين بيفتكروا انه اتفاقيه تم التفاوض عليها بين عبود وبين نظام عبود ممثل في معاوية طلعت فريد ونظام عبد الناصر، وان اتفاقيه وقع التفاوض 3 4 ايام وتم التوقيع عليها في القاهره، وبيحملوا عبود نظام عبود المسؤوليه الكامله. الكلام ده ما صحيح. التفاوض على هذه الاتفاقيه بدا في عام 1954. نجاح مشروع الجزيره الكبير والتوسع فيه جعل الحكومه السودانيه تحاول بقدر الامكان انها تزيد حصتها من مياه النيل. اتفاقيه 1929 اعطت السودان 4 مليار واعطت مصر 48 مليار. ال 4 مليار متر مكعب دي ما كانت بتكفي بتكفي بصعوبه لمشروع الجزيره الاصلي اللي هو حوالي اقل من مليون فدان. وسنه 53 اكتملت الدراسات لمشروع المناقل ليتم امتداد المناقل، ووضح للسودان انه محتاج لمياه اضافيه عشان ما يروي امتداد المناقل، وبدات المفاوضات في 54. 54 في يناير 54 تشكلت اول حكومه وطنيه في السودان برئاسه السيد اسماعيل عسلي بعد انتخابات 53، وكان وزير الري المهندس مرغني حمزه، وكان المفروض تبدا المفاوضات في مارس، لكن جت حوادث مارس اجلتها ليونيو يوليو، وجت فيضانات اجلتها، فعقدت اول جلسه في سبتمبر 54. السيد مرغني حمزه كان وزير الري، وكان معه مجموعه من المستشارين منهم مستشار بريطاني اسمه همفري موريس، وطلبوا من مصر انها توافق على قيام خزانه روسيرس عشان ما يروي المناقل. ومصر قالت يعني ما عندها مانع توافق على خزانه روسيرس اذا السودان وافق على السد العالي. السودان ما كان عنده اي فكره عن السد العالي، ما كان عنده اي معلومات عنه. انا عايز ارجع بكم شويه لدي خزانه سينار. لما قام مشروع الجزيره بدات مفاوضات مكثفه بين مصر والسودان، ومصر كانت معترضه على مشروع الجزيره لانه السودان حتستخدم مياه للنيل، وده مصر كانت بترى انه خصمي عليها. بعد مفاوضات مكثفه مصر وافقت انه السودان يبني خزانه روسيرس، معذره، يبني خزان سنار، ويبنى خزان جبل اولياء لمصلحه مصر الحصريه، بمعنى انه السودان ما حيكون عنده فوائد، يبنى داخل السودان. فعلا تم بناء خزان جبل اولياء، وخزان جبل اولياء اول سد في العالم يبنى في دوله لمصلحه دوله اخرى. هذا لم يحدث اطلاقا، انما حدث في السودان فقط. لما بدات مفاوضات 59 لاتفاقيه مياه النيل، مصر جاءت بالسابقه، قالت انه في سنه في العشرينات و30 القرن الماضي اتفقنا انه وافقنا على سنار، خزان سنار مقابل خزان جبل اولياء. دلوقتي يعني احنا ما عندنا مانع انه السودان يبني خزانه روسيرس عشان ما يروي زياده المناقل، لكن احنا عندنا برضه خزان عايزين نبنيه وبيغرق جزء من اراضيكم في السودان. الدوله انتهت بدون اتفاق على الخزان دي، ولان السودان ما كان عنده اي معلومات عنه وطلب معلومات اضافيه. وفي ديسمبر 54 حصلت خلافات بين السيد اسماعيل عسلي ووزير رئيس وزير الري، كان وزير الري والمعارف والزراعه والمعارف، ثلاث وزارات، السيد مرغني حمزه، ومرغني حمزه استقال او اخيل في بعض الفقرة الاخرى، وجا بدله جاب مكانه سيد خضر حمد، كان سكرتير عام لحزب الوطني الاتحادي، واستلم وزاره الري، كان بس وزير للري، والغرض من تعيينه كان الاسراع في مفاوضات مياه النيل. خضر حمد ده زار مصر في مارس 55، وبدات جوله ثالثه، كان في جولتين في فتره مارس وفي فتره مرر حمزه، ودارت جوله ثالثه في ابريل 55، والسودان وافق في تلك الجوله على قيام السد العالي. والمصريين طلبوا من السودان يوقع الوثيقه موافقته على السد العالي، ووقع عليها السيد خضر حمد. ذكرت المعلومه دي انا قبل حوالي 10 سنوات وقوبلت بقدر كبير من الرفض من جهات كثيره، وقالوا لي انه معلوماتك دي ما سليمه، وخضر حمد لم يوافق اطلاقا. رجعتهم لكتاب خضر حمد نفسه. انا لقيت الوثائق دي في الوثائق البريطانيه والامريكيه، لقيت الوثيقه الموقع على خضر حمد، لكن لحسن الحظ لقيتها في كتاب خضر حمد مذكراته نفسه، انه وقع انه الاتفاقيه نفسها نفس الاتفاقيه اللي وجدتها باللغه العربيه والانجليزيه في دور الوثائق البريطانيه والامريكيه، وجدتها في كتاب خضر حمد اللي
اللي صدر في سنة 77 من دار الشرق والغرب في شارقة. بعد ما ذكرت المسألة دي وتكلمت مع الأخوان، في الكتاب ما موجود في السودان وكان في صعوبة كبيرة جدا في الحصول عليه، ولم تبع 77 خارج السودان وتم توزيعه. مركز مرغني حمزة، مركز مرغني عبد الكريم مرغني مشكور، وافق على طبع الكتاب وتم طبع الكتاب كما هو، واللي الموجود الكتاب دلوقتي في مروي وفي عزة، وبتجد الباحث بيجد الوثيقة اللي وافق فيها السيد خضر حمد على قيام السد العالي على أن يعوض أهالي حلفة تعويضا كاملا. فكان الحديث عن أنه السد قيام السد العالي وافقت عليه حكومة عبود غير صحيح، وافقت عليه حكومة السيد إسماعيل الأسري في أبريل 55، وخضر حمد أكد موافقته في مفاوضات 59، في مفاوضات معزرة في مفاوضات سبتمبر 55، وبعدها سقطت حكومة الأسري وجاءت الحكومة الحكومة الوطنية بالأسد الأسري مرة ثانية، وعاد عاد السيد مرغني حمزة وزيرا للري والزراعة ودارت جولات أخرى، رغم أن السودان وافق على قيام السد العالي في الدولة في الجولة الثالثة، لكن لم تحسم مزارع كمية المياه اللي حينها السودان. واستمرت الجولات جولتين تحت قيادة السيد مرغني حمزة اللي رجع وزير للري، وانتهت فترة الحكم المدني الأولى وسقطت حكومة عبد الله خليل، وتواصل السيد مرغني حمزة وزير للري وكان أصبح نائب رئيس الوزراء، ودارت جولة خامسة في نهاية 57 بداية 58، وبرزت مزرعة التعويضات. السودان كان مطالب ب 35 مليون ومصر عرضت 10 مليون، والسودان تنازل ل 30 مليون ومصر صرد على 10 مليون، وانتهت الفترة بتاعت الحكم الوطني الأول، المفاوضات استمرت لحد يناير 58، وانتهت فترة الحكم المدني الأولى بانقلاب عبود في نوفمبر 58، وعبود نفسه انشغل بخلافات الداخلية، وبدأت المفاوضات بعد عام من الانقلاب في أكتوبر 59. سافر الوفد للقاهرة برئاسة محمد طلعت فريد، وتكون من 13 شخص، فيهم ثلاثة عسكريين عروة ومقبول الأمين الحاج وطلعت فريد. مقبول الأمين الحاج كان وزير الري، وكان قبله أحمد عبد الله حامد، وأحمد عبد الله حامد كان احتخل وتمت محاكمته في محاولة الانقلاب اللي قام بها شنان، وتم تعيين الأمين مقبول الأمين الحاج وزير للري مؤقتا، لكن هو اللي فاوض في القاهرة، وطلعت فريد كان رئيس الوفد معه وعروة ومقبول ومجموعة 10 مدنيين، من ضمنهم 2 قانونيين، 3 مهندسين ري، ووزير المالية ومدير وزارة التجارة، لأنه كان في اتفاقيات أخرى غير اتفاقية يعني تم التوقيع عليها، و 3 مهندسين ري و2 دبلوماسيين. فعنوان الاتفاقية اتفاقية ثنائية تم التوقيع عليها في 8 نوفمبر 59، واتفاقية اسمها اتفاقية الانتفاع الكامل بنهر النيل بين مصر والسودان. وفي أثناء التفاوض في أكتوبر 59 تقدمت إثيوبيا ودول البحيرات الاستوائية بطلب للمشاركة في المفاوضات، والسودان ومصر تجاهلا الطلب ده واستمروا في المفاوضات. والعنوان كما ذكرت عن الاتفاقية الانتفاع التام، والديباجة تكلمت عن ضبط النيل وزيادة الزراعة بمصلحة السودان ومصر، وقررت إنه الاتفاقية قررت إنه هناك 84 مليار متر مكعب مقابل نهر النيل المقاس في أسوان، وإنه من هذه 84 مليار 10 مليار بتضيع في بحيرة السد العالي في التوقف على السد العالي، خصمت وصارت 74 مليار. السودان وافق إنه هذه ال 10 مليار تخصم، ومعناها رغم إنه بحيرة السد العالي بحيرة مصرية صح إنها امتدت في السودان، لكن بحيرة مصرية لمصلحة مصر، السودان تنازل عمليا عن 5 مليار لأنه وافق على إنه 10 مليار تخصم منصبة. ال 74 مليار وزاد بين السودان ومصر، 55.5 لمصر و 18.5 للسودان، واتفاقية والسودان وافق على قيام السد العالي وترحيل اهالي حلفة، ودار جدل طويل حول التعويض. السودان طالب ب 25 مليون، مصر اصرت على 10 مليون. الوفد رجع جزء منه للخرطوم واجتمع بمجلس قياده الثوره ورئيس الوزراء، ووجههم بانه ما يتنازلوا اقل من 20 مليون، رجعوا وعرضوا 20 مليون، مصر اصرت على 10 مليون. في النهايه الوفدان قررا انه يحيلوا الخلاف لرئيس جمال عبد الناصر عشان كمحكم. عبد الناصر عمل زي ما بيعمل المحكمين، جمع ال 10 وال 20 وقسمها الاثنين، وقال انه التعويض يكون 15 مليون. السودان وافق ومصر وافقت، وأصبح التعويض 15 مليون. لكن اللي حصل إنه
السودان صرفت من 40 مليون جنيه مصري عشان يتم الترحيل. بالاضافه الى كده الترحيل لهذه الحلفه تم، البحيره امتدت ل 150 كيلو داخل السودان، اغرقت سبع مدينه وادي حلفه و27 قريه، اغرقت 200 الف فدان اراضي خصبه، مليون شجره نخيل وحوامض، كل البنيه التحتيه لوادي حلفه والقرى المحيطه بها، واغرقت اثار باثار تاريخيه كبير بمساحه كبيره جدا، اغرقت الشلال الثاني اللي كان ممكن يولد كهرباء، والسودان وكان في اثار، بالاضافه لاثار كان في معادن لم تحدد قيمتها، لكن السودان وافق بعد كل هذا على 15 مليون، وكما ذكرنا التكلفه المباشره لترحيلها لحد وصلت 40 مليون. الاتفاقيه بالاضافه الى وافقت قيام السد العالي واغراق الاراضي السودانيه، السودان وافق انه يعطي مصر سلفه مائيه مقدارها مليار ومتر، مليار ونص متر مكعب من سنه 59 تنتهي سنه 77. الشيء الغريب انه الاتفاقيه تحدثت عن السلفه ومقدارها والسنوات، لكن ما تحدثت عن كيفيه ان السودان يسردها. يعني ما في اي نص بيقول انه مصر ترجع المياه دي للسودان في شكل معين وفي سنوات معينه في وضع معين. موضوع غريب جدا زي ما بقول دائما، انه يعني دائما الاتفاقيه بتحمل الحقوق والالتزامات، فكان غريب انه الوفد السوداني ما يفطن للخلل دي. في مشاكل كثيره في الاتفاقيه. الاتفاقيه قالت انه اذا دوله من حوض النيل تقدمت ل عايز حقوقه في مياه النيل تتقدم بطلب للسودان ومصر، وتتقدم بالكميه اللي عايزاها، والسودان ومصر ينزلوا الطلب، واذا وافقوا عليه او وافقوا على كميه اقل منه تخصم الكميه مناصفه بين السودان ومصر. ناخذها في شكل مثال، اثيوبيا طالبت ب 15 مليار، السودان ومصر وافقوا يمدوها 10 مليار، هذه ال 10 مليار تخصم مناصفه 5 من السودان و5 من مصر. وده وضع غريب لانه في المعاهدات الدوليه والمعايير الدوليه بتخصم بالنسب بتاع 18.5 و55.5، ما بتخصم بنسبه، لانه اذا كان انت بتدي معناه السودان حينصيبه حينقص 5 مليار من 18 مليار، دي حوالي 20%، مصر من 55 5 دي 10%. فلكن السودان وافق على الوضع دي. طبعا الدول الثانيه رفضت تقديم طلب، لان لو قدم الطلب هذا بيعني احترافه بالاتفاقيه واحترافه بالهيمنه بتاعت السودان ومصر على الـ على الـ على نهر النيل. من ناحيه بتاعت قانون دولي هي ما سليمه، مش بس سليمه، خطا بتعرض على القانون الدولي، القانون الدولي بيقول انه اي نهر مشترك هو ملك للدول اللي في النهر، كينيا ويوغندا وتنزانيا واثيوبيا كلهم عندهم نفس الحق، ما في دولتين بيجوا يمسكوا النهر ويقولوا الباقيين والله نهر حقنا تعال قدم لنا طلب، ونحن بننظر في الطلب ونقرر انه نديك ولا ما نديك، واذا قررنا نديك نديك كم. ومشكله بس قالوا الهيئه الفنيه المشتركه اللي اسستها اللي انشاتها الاتفاقيه تراغب انه الدوله دي ما تزيد من الحصه اللي وافقوا عليها السودان ومصر، نص في غايه من الغرابه، وانا بقول انه فيه خطر كبير من الغطرسه واضر كثير جدا بالسودان ومصر، لانه استخدم هذا النص بصوره كبيره جدا جدا بواسطه دول المنبع اثيوبيا وكينيا وتنزانيا ويوغندا عشان يوروا الخلل في الاتفاقيه والمدى بتاعت الغطرسه بتاعت السودان ومصر في الاتفاقيه. انا استعملت كلمه غطرسه كثير لكن هي كلمه صحيحه في الوضع دي، لانها بتضر فيما بعد. انت اذا كنت بتفتكر انك قوي عندك القوه اللي تستخدم بها اللي بتفرض بها الحق دي، الايام بتتغير والدول والبلدان بتتغير وفي دول ثانيه بتبرز وبتستعمل نفس الحق. المجاري المائيه الدوليه والاحرار الدوليه والبحارات لا تدار بالقوه، تدار بالتعاون، دي الكلمه الرئيسيه كلمه التعاون. لانه اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الايام نداولها بين الناس، بين الناس بين الدول، فبين الدول. واللي حاصل دلوقتي في سد النهضه بوري تداول الايام بين الدول، انه دلوقتي اثيوبيا برزت اخوه ودول البحيرات الاستوائيه برزت اخوه ومصر خفتت كقوه كانت سعيده. فاتفاقيه مشحفه للسودان ومشحفه لدول حوض النيل الاخرى وفيها الهيمنه الكامله المصريه عليه من نهر النيل. كل الدول رفضتها كتابه واحتجت عليها، كتبت فيما بعد لمنظمه الوحده الافريقيه لما قامت وكتبت السودان ومصر لانهم رفضوا الاتفاقيه كانت على راسهم اثيوبيا. فالاتفاقيه بتضيف نص اخر بتقول انه السودان ومصر ممكن يضيفوا مياه للنيل من مستنقع جنوب السودان، حاجه زي قناه جونجلي اللي في ذهنهم قناه جونجلي، وتكلموا عن مياه ضايعه وان السودان ومصر ممكن يبني قنوات وياخذوا التكلفه تكون مناصفه والمياه اللي بتيجي تكون مناصفه. فالدراسات فيما بعد اثبتت انه هناك امكانيه لاربع قنوات،
قناه جونغليه وقناه بحر الغزاله وقناه بشار وقناه جونغليه الثانيه قناه بحر الغزاله الثانيه، وان بمجتمع بيزيد النيل بحوالي 22 مليار متر مكعب. بدأ العمل في قناة جونجلي في عام في السبعينات، وطبعا كما نذكر كلنا الحرب الشعبية ضربت القناة ووقفت العمل فيها، وأرسلت مجموعة من المهندسين في 83 وتوقف العمل في قناة جونجلي من الملوك الداك، يمكن أرجع لها بعدين في الأسئلة والأجوبة، لكن توقف العمل دي الفترة الوحيدة. لكن الشيء الغريب في الاتفاقية إنها أعطت مصر حق أحادي، إذا السودان ما مستعد يستخدم نصيبه في مياه النيل، مصر من حقها تمشي تبني القنوات في جنوب السودان وتصرف على القناة البناء القناة وتاخذ المياه، والسودان لما يكون عنده جاهز عشان ما ياخذ جزء من المياه يجي لمصر ويدفع جزء من التكلفة وياخذ الشيء اللي يتناسب مع التكلفة. يعني دي فيها تنازل كبير من السيادة انك تسمح لدولة اخرى تجي لبلدك وتبني قنوات وتقرر. فالاتفاقية اتفاقية غريبة، يعني انا افتكر انها اتفاقية بسميها اتفاقية كارثية من ناحيه بتاعت اهالي حلفه، من ناحيه بتاعت المياه اللي نال السودان، من ناحيه بتاعت الصلاحيات العميقه اللي ادتها الاتفاقيه لمصر في السودان. الاتفاقيه ايضا اعطت مصر اكدت حق مصر بانها تشرف على مياه النيل في السودان، ودلوقتي الليله في عدد كبير من الناس ما بيعرفوا، يمكن خليجي اذا بيعرفوا، في وكيل الري المصري في السودان موجود في الخرطوم ومهمته الاشراف على مياه النيل في السودان، وهو في وكيلين، وزارة الري المصرية عندها وكيلين، وكيل في القاهرة ووكيل في الخرطوم. فاتفاقية كارثية يعني زي ما بقول، وإنها يعني السودان تنازل قدم تنازلات ضخمة جدا جدا غير أهالي حلفه وغير المياه. والشيء الأسوأ من ده كله إنه بعد كل هذه التنازلات وبعد كل الشيء اللي قدمناه وأخذنا 18.5 مليار وقدينا منها مليار ونص صرف لمصر، فشل السودان فشل تام في استخدام نصيبه من النيل. من بداية الاتفاقية حتى اليوم لم تزد استخداماتنا على 12 مليار متر مكعب. نستخدم 12 مليار متر مكعب، ودي الحقيقة أكدها وزير أنا ذكرتها في أول محاضرة لي في السودان سنة 2001، ووزارة الري نفتها وكل الناس الري نفوها وقالوا إنه أخونا سلمان ده بيتكلم يعني ما أدري عنوان جاب من وين. وتم استدعائي لجهاز الأمن وبدت معي سعر ووريتهم عن المعلومة دي من وين، الكتب والمقالات ومواقع الإلكترونية، وظلت وزارة الري تنكر هذه الحقيقة لحد ما ربنا فتح عليهم سنة 2011، وسنة 2011 قالوا صح إنه إحنا بنستخدم 12 مليار فقط، وإنه 6 مليار ونص ما قاعدين نستخدمها بتمشي لمصر. وال 6 مليار ونص دي حنجي بعد شوية نلقى إنها هي سبب المشكلة الليلة في صد النهضة، هي المشكلة الرئيسية اللي وقفت في وزارة الدراسات في صد النهضة. هذه 6 مليار ونص. فدي دي اتفاقية 59 اتفاقية ثنائية أبعدت الدول الأخرى وأخذت وقسمت المياه بين السودان ومصر، ومصر أخذت الجزء الأكبر منها. استمر الوضع في نهر النيل لحد في بداية التسعينات بدأت ملامح تعاون. كان في برنامج المسح الماي في الستينات وبرنامج الأخوة وبرنامج النيل الفني، وكانت اجتماعات بتاعت سياسيين وفنيين، لكن ما استمر شيء لحد ما جاءت مبادرة حوض النيل اللي هي برزت سنة 99 إثر توقيع الاتفاق ما اتفاقية، هي محضر جلسات تمت في تنزانيا، ووافقوا الوزراء المياه وزراء المياه الري والمياه التسعة اللي كانوا موجودين في الاجتماع. إريتريا ما كانت في الاجتماع، جنوب السودان ما كانت ولدت في الوقت ذاك، فتسع دول وقعت على وقع اجتماع اللي هي تنشئ مبادرة حوض النيل في 99. والرؤية المشتركة اللي وافقوا عليها الدول دي انه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع من مياه النيل. واهداف المبادرة كانت الوصول لاتفاقية تشمل كل الدول، مش بس تكون بين السودان وبين جزء من الدول دي، يعني تكون اتفاقية شاملة لل 19 او 10 دول. بدأت المفاوضات في 99، الاتفاقية سميت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، و لما تم التوقيع عليها سنة 2010 في عنتبي أصبح اسم الاتفاقية اتفاقية عنتبي. المفاوضات بدأت وتعثرت بعد شوية لأن السودان ومصر أصروا على حقوق الاستخدامات والحقوق القائمة. مصر قالت إن هي عندها خمسة يعني تستخدم كمية من مياه، هذه الكمية ما قابلة للنقاش ولا قابلة للتقليل. السودان قال عنده حقوق، السودان ما تكلم عن الاستخدامات لأن الاستخدامات 12 مليار، تكلم عن الحقوق اللي هي 18.5 مليار.
والاثنين اصروا عليها وقالوا يجي متضمن في اتفاقيه. الدول الاخرى قالت لهم اذا كانوا صحيح احنا جايين هنا عشان ناكد انه النيل 84 مليار و10 مليار بتضيع في التبخر، وال 74 مليار حقكم يجوا الاثنين، معنى شنو بتاع المبادره؟ يعني انا افتكر ان السودان ومصر، السودان كان في الوقت ده تابع اي كلام يقولوا مصر هو بيعمله، وافتكر انه السودان خزل يعني نفسه، خزل الرؤيه المشتركه كانت تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والمستدامه من خلال الانتفاع المنصف والمنافع المهنيه. ما في انتفاع منصف اذا كان المهني حيستولى على دولتين. فالسودان كان يعني كان وقف مصر في المساله دي، والمفاوضات انهارت، الدول واصلت عمل في الاتفاقيه وقعت عليها في مايو 2010، وقعت 6 دول: كينيا، يوغندا، تنزانيا، بوروندي، رواندا، واثيوبيا. فالاتفاقيه بتقول انه تدخل حيز النفاذ اذا وافقت على 6 دول. دلوقتي لحد الان صادرت عليها معذره، المصادقه اللي هي الموافقه البرلمانيه والقوى الحكوميه. فثلاث دول صادقت على الاتفاقيه هي تنزانيا واثيوبيا ورواندا، وفي 3 دول لسه رغم انها وقعت ما صادقت على الاتفاقيه. الاتفاقيه قائمه ومنتظره دول اخرى صادقه عليها، 3 دول اخرى صادقه عليها، وما في زمن سقف زمني، متى ما وصلت 6 دول الاتفاقيه بتدخل حيز النفاذ. انا كتبت كثير انه السودان يجب ان ينضم لاتفاقيه انتبي، وموجوده في الكتاب بتاعي وفي مقالات في موقعي الالكتروني. ذكرت يمكن 10 اسباب افتكر انه السودان يجب ان ينضم لاتفاقيه انتبي. بيفتكر انه اتفاقيه 59 مجحفه ومو منطقيه وبضر السودان، وضرت فعلا، وانه الدول الاخرى عندها حقوق، وانه اثيوبيا احتياجاتها بتودي الكهرباء، ودول المنبع احتياجاتها ضعيفه، والجنوب ومستنقعات جنوب السودان بتحدد كميه المياه للتعبر. وقلت انه دول المنبع حتواصل بناء المشاريع سواء كان رضينا او بينا، فاحسن لنا نوافق على اتفاقيه عنتبي وقيام مفوضيه ويكون عندنا معلومات عن شيء جاري. واللي حصل انه يوغندا دلوقتي بنت 3 4 سدود بدون تحدث مع زول، واثيوبيا بنت سد النهضه، ما اول سد تبنيه اثيوبيا. اثيوبيا بنت سد في ناحيه اكبر اسمه التكزي. السودان ومصر ما يعرفوا بيه الا لما اكتمل وتم افتتاحه. السد بيحجز 11 مليار من مكعب، بيولد 400 مليار 400 ميجاوات من الكهرباء، ونظم سريان نهر عبر، لكن وبنت قبلها سد اسمه فينشا في النيل الازرق، سد اسمه تيسا باي في النيل الازرق، سد ثاني اسمه تاني بيليس، وبنت 4 سدود في النيل الازرق، ورضينا وما بينك انا تبني سدود. فسد النهضه هو مواصله لسدود بنت اثيوبيا في السبعينات والثمانينات، وكان السد الاكبر هو سد تكزي، واللي هو نحن ما جبنا خبر بحد ما اكتمل، ودي حقيقه يعني حتى المصريين ذكروها في كتاب لعلام وكتاب نصر الدين علام وكتاب لابو الغيث، كانوا ما يعرفوا بس الا بعد ما اكتمل. فالدول دي حتبني سدودها رضينا وبينا، فاحسن نحن نقعد معاهم ونتناقش ونعرف الحظ شنو ونوجهه ونعرف اثاره علينا ونبتدي نتجنب فيها بدل ما نضع. فذكرت مجموعه بتاعت الاسباب واسباب مجموعه بتاعت، وانه اتفاقيه عندي بنفسها هي مبنيه على اتفاقيه الامم المتحده للمجاري المائيه الدوليه. دي اتفاقيه أجازت الأمم المتحدة سنة 97 في مايو 97 ب 103 دولة صوتت لصالح الاتفاقية، من ضمنها السودان وكينيا الدولتين من حوض النيل اللي وقعوا صادوا واللي صوتوا بالاتفاقية. الاتفاقية 97 تم التصديق على مستوى الأمم المتحدة، بدأت الدول في التوقيع والتصديق عليها. أنا التقيت من البنك الدولي عام 2009، وطلب مني مع مجموعه من الاكاديميين انه الاتفاقيه كما دخلت حيز النفاذ محتاجه ل 35 دوله. فطلب مني انه اشتغل في انه نمشي نروج للاتفاقيه ونجاوب على الاسئله. انا كتبت عنها الكثير، كتبت عنها اكثر من 6 7 مقالات في دوريات عالميه، وكتبت عن اسباب احجام الدول من التوقيع عليها اول فطلب مني وفعلا وافقت على المهمه دي، وزرنا مجموعه من الدول وشرحنا الاتفاقيه واجبنا على اسئلتهم. ومجهودنا كل سنة 2014 عندما اكتمل العدد 35 دولة بعد 17 سنة، ودخلت اتفاقية حيز النفاذ في عام 2014 في أغسطس، في عام في أغسطس 2014. أنا كتبت مقال في نفس الشهر عنوانه The United Nations Water Courses Convention Why It's Entering into Force Why Does It Enter into Force Matter، لماذا يعني ليه بيخلق فرق. ووضحت ان اتفاقيه دوليه وانها هي رسل للقانون العرفي الدولي، وانها ملزمه للدول سواء كانت اطراف فيها او ما اطراف فيها. واللي حصل فعلا انه حصل نزاع بين المجر وتشيكوسلوفاكيا، وبعدها تشيكوسلوفاكيا قسمت لدولتين تشيك وسلوفاك،
ومجا محكمة العدل الدولية في سبتمبر 97 بعد 4 شهور من الاتفاق إجازة الاتفاقية بالمتحدة التي الوقت اتفاقية لا في دولة وقعت عليها ولا في دولة صادقت عليها. المحكمة العدل الدولية نظرت القضية كانت على محمد دانوب وأصدرت حكمها وأشاد بالاتفاقية واستشهدت بها وضمنتها في محضرة قبل ما أي دولة توقع عليها. قالت إن هذه الاتفاقية تمثل القانون العرفي الدولي وهذا القانون العرفي الدولي ملزم لكل الدول. بعدها ب10 سنوات جاء خلاف آخر لمحكمة العدل الدولية بين الأرجنتين وأوروغواي على نهر اسمه أوروغواي بيفصل بيناتهم وفي مسائل بيئية ومشت لمحكمة العدل الدولية. والوقت ذاك لسه الاتفاقية ما كانت دخلت حيز النفاس، لأن كما ذكرنا دخلت حيز النفاس في عام 2014. في 2010 محكمة العدل الدولية أشادت مرة ثانية بالاتفاقية وقالت إنها بتمثل القانون العرفي وهي المرجعية الوحيدة الموجودة. الاتفاقية الآن بتبنت على هذه الاتفاقية. الشخص الزميلنا اسمه ستيفن مكافري بروفيسور اللي ساهم مع الوفود الوفود النيل في الوصول لهذه الاتفاقيه هو كان من الاشخاص القياديين اللي اشتغلوا في اتفاقيه الامم المتحده بالمجال المائي الدولي. والشخص اللي لما تقرا الاتفاقيتين بتحس بالتشابه في المبادئ الاساسيه في المؤسسات بيختلفوا لانه هنا في المجلس الوزاري وغيره وغيره وهناك ديك ما في مؤسسات لانها اتفاقيه دوليه لكن اتفاقيه اقليميه فيها مؤسسات. لكن غير كده لما ترجع لمبدا الدفاع المنصف والمعقول مبدا تجنب الضرر وحل المنازعات نفسها نقلت بالنص. فاتفاقيه انتبه هي اتفاقيه الامم المتحده للمجال المائي الدوليه من اختلاف المؤسسات واي خلاف يمشي لاي جهه هو اللي حيكون المرجعيه بتاعته. فبالتالي ما في معنى انه السودان يتوقف لان اسسه له نزاع حوضن نزاع سد النهضه ذهب الى محكمه دوليه طبقت اتفاقيه الامم المتحده للمجال المائي الدوليه رغم انه ولت دوله واحده من حوض النيل ما عضو فيها. فذكرت هذه الاسباب موجوده في كتابي. بتكلم زي تكلمت قبل شويه عن تاريخ السدود في اثيوبيا وقلت انه اثيوبيا بنت مجموعه من السدود 9 باي تاني بيليز قبلهم فينشا و لكن بنت بناء على دراسات اعدت سنه 60 اعدتها الهيئه من الولايات المتحده الامريكيه وكانت رده فعل السوفيت جو بنوا السد العالي هاي لاسلاسي التفت يمين شمال لانه السوفيت موجودين في حوض النيل رجع الامريكان. الامريكان فرحوا جدا جدا وجو لاثيوبيا وخدوا واكدوا وجودهم في حوض النيل وعملوا دراسات الغرفه دي مليانه بها انا شفتها وقريت جزء منها. والدراسات دي وضعت كميه من السدود على نهر النيل في اثيوبيا وقالت انه الطاقه الكهربائيه اللي ممكن اثيوبيا تحصدها من مياه النيل 30,000 ميجا وات. الكلام ده سنه 60 ودي بتقنيات الستينات وانه من داخل اثيوبيا نفسها بتصل ل 45,000 ميجا وات وهي اكبر طاقه كهربائيه متاحه في افريقيا بعد نهر الكونغو. طبعا اثيوبيا انشغلت بمشاكلها الداخليه وحروب مع اريتريا ومع الصومال واضطرابات السياسيه ونظام منغستو اللي جو بعدها الحرب الاداره الداخليه فما ما 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 ما, ما نجحوا في انهم يستخدموا الدراسات وابنوا هذه السدود. لكن بدات الوضع تغير في الفتره الاخيره بعد جهه مارس مجموعه جبهه التحرير الوطنيه وبدوا بمجرد ما الجبهه جاءت السلطه في 91 بدوا نفض الغبار عن الدفاع عن الدراسات اللي عملوها الامريكان وابتدوا يفتشوا فيها. زي ما قلت بنوا التكزي اللي هو التكزي هو نفس اللي عبر اسمه التكزي في اثيوبيا بعد ما يعبر الحدود بيسمى العبر لكن داخل اثيوبيا اسمه التكزي وفي فرع سيتيت اللي هو سعنا عندنا سدين اللي مقام سد عالي عبر سيتيت اللي مقام في الملتقى بتاع النهرين ديل لكن سد النهر عبر قبلهم وسد تكزي قبلهم. لا في ماشي كويس يعني اسمه تمام كويس. انا سالت قاسم انه اذا العرض ماشي كويس وقال لي انه ما في مشكله ماشي كويس. بالاضافه الى انه النظام تغير في اثيوبيا في نظام جديد وعنده رؤيه وعنده برنامج تنموي ظهرت الصين كممول وباني للسدود ودي ساعدت اثيوبيا كثير جدا جدا فانها لقت حليف لها الصين الشعبيه ولقت حليف لها في شركات غربيه شركه ساليني اللي بتبني في سد النهضه. ساليني ما بدت بسد النهضه بدت بسدود اخرى في عند في نهر اسمه نهر هومو بنت 3 سدود عليه والكهرباء المولده قرابه 5000 ميجا وات من في نهر الهومو ده نهر بينبع من الشمال للجنوب وبيصف في بحيره اسمها تركانا في كينيا في الجزء منها صغير حوالي
5% ل 7% موجود في اثيوبيا، لكن الجزء الاكبر من البحيره في كينيا. الناري منحدر جدا جدا، ودلوقتي اثيوبيا خلصت ثلاثه وبتبني في السد الرابع، وطاقه كميه ضخمه جدا جدا، وبدات تصدر فيها لكينيا. الكينيين مبسوطين لانه جاتهم كهرباء، وكهرباء رخيصه وجاهزه، وبدون ما يبنوا هم سدود ويخشوا في مشاكل بيئيه واجتماعيه وغيره وغيره، رغم انه في دراسات بتقول انه السدود الاثيوبيه على نهر الاومو حتاثر على بحيره تركانا، وحتاثر على قبائل اسمها قبائل تركانا اللي مقيمه في بحيره اثيوبيا، بتاكد انها هي بذلت كل جهودها عشان ما تقلل من الاثار السلبيه على البحيره وعلى السكان. فدلوقتي التحالف الموجود داخل اثيوبيا هو مع الصين الشعبيه، اما كممول او كباني للسدود، وشركه سالين الايطاليه اللي بنت مجموعه من السدود في اثيوبيا في نهر اومو وفي نهر شبلي واللي بتبني في سد النهضه، والحكومه الاثيوبيه اللي هي واضح انها جاده في مساله السدوديه، وجاده في مساله الكهرباء. فبدات في سنه الدراسه اللي عملوها الامريكان في سنه 1960 في سد اسمه السد الحدودي، اللي هو في نفس موقع سد النهضه، لكن كان سد صغير بيخزن 14 مليار متر مكعب فقط، وبولد حوالي 450 ميجاوات من الكهرباء. الاثيوبيين نفذوا غبار عن الدراسه دي، وفي سنه 2008 ميل الزناوي اخذهم شبه القاهره وقابل حسني مبارك، وعرض عليه انه يبنوا السد، انه اثيوبيا تبني السد الحدودي. مبارك احترط وقال لعمر سليمان بمجرد ما يبنوا يخطوا الحجر الطائرات المصريه يجب ان تضرب هذا السد. مال الزناوي غادر مكتب مبارك للمطار، وجاء وطلب انه يتم تحديث الدراسه، و بدي دراسه 60 تم تحديث الدراسه، وجاءت بسد اسمه سد الالفيه 74، بدل 14 مليار 74 مليار متر مكعب، بدل 420 ميجا وات من الكهرباء 6000 ميجا وات من الكهرباء. تم تحديث الدراسه وبدت في بدت بالسد اسمه سد الالفيه، وبعدها تم تغيير اسمه لسد النهضه باعتبار انه هو حينهض اثيوبيا اقتصاديا واجتماعيا. السد بيقع على بعد 20 كيلومتر من الحدود السودانيه في نيل الازرق، زي ما قلت كان اسمه السد الحدودي واسمه سد الالفيه اسمه سد النهضه، ارتفاعه 170 متر وعرضه 1800 متر. البحيره احتاجت 74 مليار متر مكعب بدل 14 اللي قالوها دي، مقارنه بالسد العالي، البحيره السد العالي 162 مليار، البحيره الثانيه 32 مليار. السد في البدايه قالوا انه حيولد 6000 ميجا وات من الكهرباء، لكن قبل سنه رفعوا الرقم ده ل 6450، انه قالوا في تحديث للتوربينات وتحديث للسد، وانه من 6000 حترفع ل 6450 زياده حوالي 8%. فحيكون اكبر سد في افريقيا بعد بناؤه، وحيكون العاشر في العالم دلوقتي في الكلام عنه، حيكون الثامن بعد التحديث في الكهرباء. التكلفه 5 مليار متر مكعب، 5 مليار دولار. التمويل منين؟ من الحكومة الأثيوبية، قررت من البداية إنها حتموله من أثيوبيا، من مصادر خاصة من الشعب الأثيوبي. أثيوبيا كانت في المسألة دي يعني كانت واقعية، كانت بتعرف إنه مصر عندها عضلات دبلوماسية وعندها علاقات واسعة، وإنه حتوقف التمويل سواء البنك الدولي، الصناديق الأفريقية، صندوق البنك الأفريقي، الصناديق العربية، الصناديق الأوروبية. فقرروا من البداية إنه هذا التمويل سيتم من الشعب الاثيوبي، الحكومه الاثيوبيه والشعب الاثيوبي. الحكومه الاثيوبيه من ميزانيتها الشعب الاثيوبي، اما بتبرعات او بشراء سندات. اعطوا للشعب الاثيوبي الحقين، انه ممكن يتبرع او ممكن يشتري سندات او الاثنين معا، ومظن بيعملوا الاثنين، يتبرعوا بجزء من مرتبهم ويشتروا سندات. ومصر كانت بتراهن من البدايه انه 5 مليار دي اثيوبيا ما حتقدر عليها، وبالتالي السد حتوقف في اي لحظه. كان الرهان المصري. واثيوبيا كانت بتراهن على الزمن، انه كل يوم يمر حتيجي ترجع من السد حقيقه، وواضح انه فيما بعد انه اثيوبيا هي كسبت الرهان. الشركه اللي بتبنيه زي ما قلنا هي شركه ايطاليه اسمها ساليني، وشركه محترمه، وبدات عملها في 1930 31، وبنت مجموعه من السدود في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي امريكا الشماليه وفي كندا، في كندا امريكا الشماليه الولايات المتحده وكندا. وعندها مكانتها، وما خشت في المشاكل الكثيره اللي دخلت فيها الشركات الثانيه زي لاماير اللي بنت لنا مروي، اللي عندها مشاكل بتاعت انها حاولت رشت مجموعه من الموظفين في جنوب افريقيا ورشت وعملت وقفوها. شركه ايكرز الكنديه برضو
وجينا بالرشاوي وقفوها سليمه نظيفه في المزرعه دي، ما حصلت اي مشكله في واحد من السدود بتاعتها، ما حصل انهيار، ما حصل شقوق، ما حصل مشاكل. فبدا العمل في 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 28 مارس اعلنت الحكومه الاثيوبيه انها بتصدد بناء سد الالفيه على نهر النيل الازرق، ويوم 1/4 بدا العمل. كان واضح ان اثيوبيا شغاله لفتره طويله، نظفت الارض، بنت المساكن، وجابت العمال، وكان لما اعلنوا بدا السد كان كل مسائل كل اشياء مكتمله. يعني بدا العمل في السد، ما ابتدوا يجيبوا في العمال، ولا ابتدوا يبنوا في مساكنهم، ولا ابتدوا يوصلوا لهم في المياه والكهرباء. بدا العمل في ابريل 2011. في البدايه قالوا السد حيكتمل في 2017، لكن دلوقتي بيتكلموا عن 2018. العمل بدا، والسودان ومصر من البدايه اعلنوا رفضهم للسد، وقالوا ان السد حيحيل اراضي ضخمه جدا لصحراء، وحيحرم وحيقلل الكهرباء وغيره وغيره. السودان في البدايه كان موقفه متطابق مع مصر، لكن تدريجيا ابتدت تتضح للسودان فوائد السد. في عدد كبير من الناس ساهموا في القصه دي، وابتدوا يوضحوا فوائد السد. انا من ضمن الناس اللي ساهموا، بحكم اني اشتغلت في البنك الدولي، من يعني انا عينت 94 مستشار لقوانين سياسه المياه، لكن اشتغلت لها قبلها 6 سنوات تحت التدريب، على اساس انه الوظيفه ما كانت موجوده، واقدم لها لما تفتح. وفتحت الوظيفه 94 قدمت لها، وقدموا لها عدد كبير من الناس من كل انحاء العالم، واخذوني انا كمستشار، لكن اشتغلت قبلها 6 سنوات. يعني لما جيت 94 كنت بنافس، كتبت في الفتره دي وزرت السدود، وقضيت شهر كامل في تحت التمرين في سد. قعدت درست، شفت الدراسات، وشفت التوربينات بتتركب كيف، وشفت البناء بتاع الحديد والصخور والاسمنت. وقضيت شهر كامل في المعسكر، بصحى الصباح الساعه 5 صباحا، بلبس القوزه وبنزل، بقعد مع العمال والموظفين المهندسين لحد الساعه 6 مساء 7 مساء، لحد ما تظلم الارض، برجع البيت الضيافه، وبنواصل الدراسات بالليل والنقاش لحد الساعه 10، وبنبدا 5 صباحا. قضيت شهر كامل، دي كانت بالنسبه لي تجربه كافيه، تجربه كبيره جدا جدا في مساله السدود. فيعني وزرت في خلال عملي في البنك الدولي اكثر من 20 موقع، 20 سد، وساهمت في حل نزاعات على السدود بين الهند وباكستان. لو تخش الموقع تلقوا في مقال عن سد اسمه باغليهار، حصل نزاع بين الهند وباكستان، وجول البنك الدولي وطلب مني الاشراف على حل النزاع باختيار جهه دوليه او جهه افراد اكاديميين، وفعلا اخترناهم واشرفنا عليهم وصدر القرار وكتبت عنه، اشرفت على حل نزاع بين تنزقها بين بوتسوانا وناميبيا على نهر اسمه تشوبي، اشرفت على نزاعات اخرى. فادتني فرصه كبيره اني اتعرف على السدود، وكان بالنسبه لي واضح من البدايه انه هذا السد، سد النهضه، هو السد العالي للسودان بدون التكلفه. وكتبت الكلام ده في اكثر من مقال، بس بانه دي اكبر هديه ممكن تجي للسودان. الفوائد شنو بتاعت السد على السودان؟ اولا السد الشيء الاساسي حيوقف الفيضانات. نعم، اللي السد العالي، السد العالي مصر ما جاء فيضان، مين قيام السد العالي؟ نفس الشيء حيحصل لنا بعد سد النهضه، ما حيجينا فيضان. ليه؟ لانه سد النهضه حيحجز المياه في فتره الفيضانات، ويبتدي تنساب بعدها بصوره منتظمه، تحجز كل مياه الفيضان، وتبتدي توزع فيها تدريجيا خلال الشهور الضعيفه. وده اللي بيعمله السد العالي، السد العالي بيحجز كان مياه النيل الازرق اللي بتجي، وبيبتدي يخليها تنساب بصوره تدريجيه وخلال العام. فده حيجي عنه شنو؟ حيجي عنه انه ما في فيضانات، ما راح تكون في فيضانات في السودان، لانه في فيضانات في السد العالي في مصر. اهم من ده حيجي عنه انه النيل الازرق اللي بيجري 3 اشهر في السنه ب 75% مياهه، و25 في 9 اشهر حيكون منساب طوال العام زيه زي النيل الابيض. ده معناه النتيجه بتاعت العمليه شنو؟ مصر الليله عندها 3 دورات زراعيه. نحن عندنا دوره زراعيه واحده، ليه؟ لانه النيل الازرق بيجي من يونيو لسبتمبر، ثاني ما في مياه عشان نعمل دوره زراعيه. مصر عندها 3 دورات زراعيه لانه بينساب طوال العام. يعني احنا حنقدر اذا شدينا حيلنا وكان عندنا القرار السياسي السليم والبغض السياسيه والاراده السياسيه، حيكون عندنا 3 دورات زراعيه. اللي حنتج عن كده شنو؟ ال 6 مليار اللي تكلمنا عنها قبل، قلنا انها بتمشي لمصر كل سنه، حنقدر نستخدمها، وده مربط الفرس. وده السبب اللي خلى مصر وقفت تصدر نهضه، لانه 6 مليار ونص اللي احنا بنستخدمها دي اللي فشلنا في استخدامها، اذا نجحنا في انه كنا الاراده السياسيه وكنا دورتين او 3 دورات زراعيه، هنستخدم هذه 6 مليار ونص ولن تذهب الى الاخوه في مصر. وده المشكله الاساسيه اللي عامله الرفض لمصر. فالفيضانات، التنسيق المياه، سد مروي،
استثماره الليله في شهر 10 و11 و12 لحد شهر 12 بيولد 1200 1250 اللي هي الحد الاقصى اليوم. بمجرد ما يجي يناير فبراير مارس يبتدي التوليد يقل. ليه؟ لانه ما في مياه. دلوقتي المياه هتكون ماشيه طوال العام والتوربينات عندها مياه بتولدها، فالاستثمار هيولد الكهرباء بتاعت 1250 دي طوال العام، ما هتكون بس مربوطه بالفتره بتاعت الفيضانات. ده اضافه جديده. تكلمنا عن الفيضانات، تكلمنا عن الدورات الزراعيه، تكلمنا عن الكهرباء. الحاجه الرابعه انه حي المياه الجوفيه. المياه الجوفيه بتتغذى من مياه النيل، معظم المياه في المنطقه دي. اللي بيحصل انه المناطق دي المياه الجوفيه بتتغذى في فتره الفيضان. بمجرد ما يجي الجفاف بتكون في مياه كافيه في النيل عشان تغذي المياه الجوفيه. اللي بيحصل في بعض بعض الناس كانوا بيجوا يشتكوا لوزاره التربيه بيقول لهم والله الابار حقتنا دي بتقط، بيكون ما فيها ولا نقطه مويه، حتى المويه اللي بتكون شويه فيها لما نيجي شهر 2 و3 بتختفي، المويه تمشي وين؟ المويه دي بتسحبها النيل، بتسحبها النيل الازرق. اللي هي دراسات عملت انه النيل بيضعف للدرجه بتاعت انه بيشيل اسحاب المياه، لانه فدي بينتهي انها ماشيه طوال العام، معناها مياه جوفيه هتكون مغذيه طوال العام، بالتالي هتكون غنيه، ودي هتحل مشاكل كبيره في مياه الشرب وحتى مياه الري. الكهرباء، السد قلنا حيولي 6450 ميجا وات من الكهرباء. الكهرباء الاثيوبيه بتكلف اقل من ربع التكلفه بتاعت الكهرباء السودانيه. الكهرباء السودانيه بتكلف 16 سنت للكيلو وات. الكهرباء الاثيوبيه بتكلف اقل من 4 ميجا وات، 4 سنتات للميجا وات للكيلو وات. ليه؟ لانه نهري نازل بانحدار شديد، وبالتالي التوربينات بتولد قدر اكبر بسرعه اكبر. واثيوبيا عرض علينا دلوقتي الشيء اللي ما بيعرفوه وقت كبير من الناس انه اثيوبيا بتبيع لنا الليله 300 ميجا وات من الكهرباء، نشتري منها 300 ميجا وات من الكهرباء ندفع لها شنو؟ ندفع لها مواد بتروليه وندفع لها سمسم وعيش في منطقه القضارف. بتتحرك من القضارف بتمشي دوكه باسنده بتعبر في القلابات، دلوقتي القلابات بيتم الاتفاق على الكميه، بتعبر نهر عبر بتمشي المتمه. حتى ما بندفع دولار عليها، بندفع عيش وسمسم وبناخد 300 ميجا وات من الكهرباء. ده قبل سد النهضه ما يكتمل. في خط ربطي كهربائي من اثيوبيا عن طريق القلابات، المتمه، القلابات، جندر، متمه، بيبر نهر عبر، القلابات، القضارف، بيربط مع الشبكه القوميه، مع خط النهر القومي. الخط ده تم تمويله من البنك الدولي بمنحه، بمنحه ما بفرض. كل اللي بيحتاج ليه انه يتقوى، بيشيل دلوقتي حوالي 400، ممكن بنفس القضيه البنيه بتاعته دي تتقوى ب ما اكثر من 200 مليون دولار، اللي هي يعني عاد بمبلغ ممكن يتوفر بسهوله طالما عندك البنيه التحتيه الاساسيه ومحتاجه تقويتها. فالكهرباء الاثيوبيه دي رخيصه جدا وبتكفينا شر مشاكل سد كجبار وسد الشريك وسدال، او المشاكل حصلت في سد مروي والمناصير والظلم اللي حل بيهم. الاقل ما بنحتاج نكرر هذا الظلم في الشريك او في دال او في كجبار، بالذات في كجبار بعد الموت اللي حصل. الشيء الخامس التخزين. احنا ذكرنا انه السودان بيبقي 6.5 مليار سنويا بتمشي لمصر. فدلوقتي ممكن يتم تخزين في، والاثيوبيين قالوا ممكن تخزنوا. احنا التخزين بتاعنا من اضعف التخزين في العالم. نخزن كل سدودنا دي، مروي بعد التالي، الرصيص بعد التالية، ومروي والقربة اللي هو طبعا دلوقتي الدهور، وعلى عبر سيتيت وسنار، بيخزن 10 مليار كل تخزينه. مصر عندها 162 مليار، يعني لو حصل جفاف في اثيوبيا ما اعرف الكارثه اللي حتمر بها البلد كيف. مصر عندها 162 مليار بتقضيها ثلاث سنوات، حصل جفاف ثلاث سنوات ممكن يعني سنتين على الاقل، او سنتين ثلاث سنوات وصل ثلاث سنوات. احنا ما عندنا المقدره دي، يعني نعتمد على المطر، واذا حصل جفاف حيكون ما في امطار. الاثيوبيين قالوا ممكن تخزنوا مياه في بعد سد النهضه. التخزين والكهرباء والفيضانات والانتظام الري، انتظام الري وانتظام الكهرباء، دي كلها فوائد. وبعض الدول بتدفعك، بعض الدول بيقول لك يا اخي الفوائد دي انت جانيتها تشارك في مناسبات. امريكا طلبت، بنت كندا بنت سد في وضع مشابه لديها، وطلبت من امريكا نهر اسمه كولومبيا، طلبت من امريكا انها تدفع اعتبار الفوائد دي. الامريكان درسوا المساله وكونوا لجنه مشتركه وفي النهايه ساهموا في التكلفه بتاعت السد. فدي كلها نتاجاتنا، وزي ما ذكرت انا ده سد النهضه هو السد العالي للسودان بدون اي تكلفه، لا دفعنا قروش، لا عندنا ناس ترحله زي ما حصل في حتى السد العالي اللي هو ما حقنا، رحلنا 50,000، انا ما ذكرت الرقم ده، لكن 50,000 من اهلنا النوبيين تم ترحيلهم من منطقه حلف القديمه لخشمكير، 50,000 نوبي.
اللي في كل تراثهم وكل تاريخهم وكل حضاراتهم وكل الشيء اللي كانوا عايشين عليه وكله دمهم مش قاعد في خشمجير منطقه جديده ما عندهم اي علاقه بها، يعني حتى خور اهلهم وضرايح اليوم غير الجامعه، جامعه حلف الصوره بتاعته بدون ما يكون اي فوائد، هنا نحن في سد بتبني وبدون ما يكون اي تكلفه جاينا كل الفوائد دي. فالرفض بتاع مصر للسد بتقول انها هيحيل اراضي للصحراء وهيحرمها من المياه. الضرر الوحيد اللي بيحصل مصر هو الفتره بتاعت ملء البحيره ال 74 مليار دي، هل حتى تملاها اثيوبيا في 5 سنوات في 7 سنوات؟ دي الفتره الوحيده، بمجرد ما البحيره تتملي وتصل 74 مليار ثاني ما بيحكي اثيوبيا ما بتقدر تعجز المياه، تعمل بها شنو؟ المياه تنساب للسودان تشيلها مصر. فدي الضرر الوحيد، لكن القلق المصري سببه انه احساسهم بانهم فقدوا السيطره على النيل، نهر النيل لم يعد نهرا مصريا كما كان الا 5000 سنه الماضيه. اثيوبيا دلوقتي هي أصبحت القوة الرئيسية في نهرين، القوة الاقتصادية والقوة العملية والقوة النيلية، إنها بتبني سد زي دي وبتولد منه كهرباء وبتحجز 74 مليار ومصر ما عندها. والإضافة إلى كده إحساس مصر بأنها هتفقد المياه اللي كانت بتجيها من السودان، إن السودان دلوقتي هيكون له كهرباء وهتكون المياه بتاعته دي هيستخدمها. نهر النيل أنا ذكرت إنه 84 مليار، الدراسات اللي استحدثت بتقول نهر النيل فيه 109 مليار ما 84 مليار، وانه مصر استطاعت ان تملا بحيره سد عالي 162 مليار في 8 سنوات لانه النيل 109 من 84. الارقام دي ما موجوده، ما في سبب يتكلم عنها لانه مصر بتحتفظ بارقامها والسودان ما يعرف الارقام. الارتباك بتقول شنو؟ بتقول انه النهرين 84 مليار وقسمتها 18 ونص السودان و55 ونص لمصر. قالت اذا كان في اي زياده فوق ال 84 مليار بتقسم مراصف بين السودان ومصر. الزياده 109 من 84 ل 109. السودان ما قدر يستخدم نصيبه الاصلي، بالتالي ما حيقدر يستخدم الزياده دي، فدي كلها حتمشي. الوضع الجديد بالري والدورات الزراعيه حتخلي السودان يستخدم نصيب اكبر، والحقائق حتكشف انه النيل فيه كم مليار والسودان نصيبه كم. فدي كلها الوضع دي هي دي الاسباب الرئيسيه اللي تجعل مصر انها ترفض السد، ان احساسها ترفض السد، احساس بانها فقدت الهيمنه على نهر النيل وانه اثيوبيا بلدت بقوه وانه فبالتالي ترفض. يعني الكلام عن الاضرار الجايه وانه اراديها تحت الصحراء، الضرر الوحيد كما ذكرت هي فتره ملء البحيره، ودي ما تم الاتفاق عليها لحد هسه. مصر مصره بيتكلم عن 15 سنه، اثيوبيا بيتكلم عن 5 سنوات. معظم الدراسات اللي عملوها ناس ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي ام اي تي، ماساتشوستس تكنولوجي، بتقول انه 7 ل 8 سنوات فتره معقوله، انه حوالي 10 مليار في السنه في 7 سنوات البحيره بتتملي. فدي ده الخلاف، دي المشكله الضر. والكلام ده قاله وذكرته قبل يومين، ذكره وزير الري المصري السابق اسمه محمود ابو زيد، قال انه الضرر الوحيد لمصر هي فتره ملء البحيره، واذا بيعرف القصه دي يعني دي الفتره اللي ممكن تتضرر فيها مصر. يعني اذا اثيوبيا صرت على 5 سنوات وقالت انها حتحجز 14 مليار، ده معناه ان النيل حينقص 14 مليار، لكن الجدل النقاش الدائر لحد دلوقتي بيتكلم عن 7 سنوات 8 سنوات ولسه ما زال ما حسمت، ودي واحده من مشاكل الدراستين اللي برزت اخيرا. انا هحاول امشي بسرعه شويه لانه اخذت من وقتكم الكثير. ف الاسد دلوقتي تمل حوالي 65% منه، وواضح انه خلال 2018 في الخريف الجاي اثيوبيا حتبتدي تولد كهرباء، لانه التوربينات تحت ما بتحتاج حتى لتخزين، تشتغل بانسياب المياه. فبيتوقع انه في سبتمبر اكتوبر الاربع توربينات التحتيه تولي حوالي 1200 ميجا وات من الكهرباء، ودي حيكون يعني معلم رئيسي في 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 تاريخ سد النهضه، لانه شاف في 2018. الحاجه اللي نسيت اقول انه التبخر، تكلمنا عن تبخر في بحيره سد العالي ب 10 مليار. سد النهضه التبخر ما حيزيد من مليار واحد لسببين، السبب الاول البحيره عميقه في حين بحيره سد العالي مسطحة وممتدة. السبب الثاني الطقس معتدل في اثيوبيا، ما في الشمس الحارقة اللي موجودة في مصر. والسبب الثالث انه ارض صخرية، ما في مياه بتتسرب هناك، في ديك ارض رملية المياه بتتسرب. فبالتالي حتى التخزين والتبخر مليار واحد. ففي دراسة اللي تكلمت عنها قبل شوية اللي عداها معهد ماساتشوستس التكنولوجي بتقترح انه التخزين يكون دلوقتي الجزء الاكبر منه في بحيرة سد النهضة، وانه يقللوا من التخزين بحيره السد العالي عشان يتفادوا التبخر دي، عشان بحيره الحصر بدل ما تكون ممتده، نقول انها مثلا ممتده 200 كيلومتر ترجع ل 150 كيلومتر، عشان التبخر يكون في 150 كيلومتر ده السطح اللي يكون في 200 متر، وانه المياه تخزن في بحيره السد العالي في بحيره سد النهضه، ويتم
فتح البوابات في سنوات معينه. وده الدراسه دي دراسه ممتازه جدا جدا، ووضحت بعمق انه سد النهضه عنده فوائد على مصر والسودان، وانه الخطا الكبير كان بين سد النهضه السد العالي هو السد الخطا في المكان الخطا. 10 مليار 11 مليار تبخر، يعني في اللي نحن فيه 400 مليار. فالسودان مستفيد الاكبر من السد دي، وكما ذكرت وبكرر مره ثانيه انه سد النهضه هو بالنسبه لنا السد العالي بدون التكلفه الماليه والاجتماعيه، لان ما راح حنا اي زول، والبيئيه. في كلام عن انه السد ممكن ينهار، وانه اذا انهار البلد هتغرق. كويس، جاي نجيناها. المساله بتاعت دلوقتي في 75 الف سد في العالم، 75 الف سد، لو لقى طلب المساله دي ممكن يخش في تقرير اسمه الورلد كوميشن اون دامز، وورلد كوميشن اون دامز دبليو سي دي، موجود التقرير ده باكثر من 20 لغه، وبيتكلم عن السدود في العالم. هو تقرير يعني نسبيا ضد السدود، بيفتكر ان السدود ما حققت الاغراض اللي وعدت بتحقيقها، وانه في اخطاء في تنفيذها، لكن يعني في النهايه اقترح مجموعه من الاشادات. لكن هذه ال 75000 سد لم ينهار سد واحد منها. ليه فجاه بس السد اللي حينهار وسد النهضه؟ بيتكلموا عن انه في منطقه زلزال، ما في زلزال. في دراسه عدتها ناسا، والدراسه الشخص اللي كان قايم عليها هو فاروق الباز مصري، وقال انه ما دي منطقه زلزال. بعدين اذا كان منطقه زلزال ليه الروسيرز ده ما ينهار وينشق؟ بالعكس احنا مجينا زدنا الارتفاع بتاعه اذا كان في منطقه زلزال. فالكلام بتاع انه السد حينهار، الشركه اللي بتبنيه شركه محترمه عالميه اسمها ساليني زي ما ذكرنا، ما عندها اي مشاكل في سدود اخرى. الحكومه الاثيوبيه ما حتصرف لها 5 مليار دولار من دم شعبها ومن عربه، ليه السد ممكن ينهار؟ عشان ينهار ويهرب السودان. فانا بفتكر انه المخاطر من انهيار السد العالي اكثر من مخاطر السد النهضه لسببين او لعده اسباب. السبب الاول، السد العالي ده بنوه السوفيت، وبنوه بالتكنولوجيا بتاعتهم بتاعت الستينات. السوفيت ما عندهم تكنولوجيا، يعني ما في ما معروفين، هو بس الاسلحه، لكن ثاني ما في حاجه. السد العالي بيتبني، السد النهضه بيتبني بالتكنولوجيا الغربيه بتاعت القرن ال 21 2017، لكن اتبنى بالتكنولوجيا السوفيتيه 1950 1960. فانا بفتكر انه يعني اذا في مشكله حقول تكون في السد العالي، ما في سد النهضه. فما المنطقه ما منطقه زلزال، الشركه شركه محترمه، الحكومه الاثيوبيه. انا تكلمت مع اخونا سيف حمد اكثر من مره في منطقه مساله السلامه. دكتور سيف حمد ده شخصيه يعني الواحد يقول الكلام ده الحقيقه والتاريخ بغض النظر عن موقفه من الحكومه، هو كان وزير سابق. انا بفتكر انه اميز خبير مياه في السودان. الليله لو سالوا اي جهه ثانيه تقول لي خبير مياه الاول في السودان يقول دكتور سيف حمد. و سيف اشتغل وزير لفتره قصيره زي 7 اشهر، ودلوقتي برأس الجهاز الفني اللي هو مسؤول من فوضى النيل. سيف انا قعدت معه اكثر من 10 ساعات 15 ساعه في سد النهضه، ووراني المكاتبات ووراني الدراسات اللي عملت، وقدم السودان معه الاخ احمد الطيب احمد، الاثنين من اميز الخبراء المياه، ودرسوا في الوزاره ومعهم مجموعه من الخبراء الثانيين التصميمات بتاعت السد، وقدموا مقترحات الحكومه الاثيوبيه، والحكومه الاثيوبيه قبلتها وكلفت 300 مليون دولار التعديلات. ف يعني المساله بتاعت انه السد حينهار دي انا بفتكر تخويف من اخوان المصريين، وانا بقول اخوان المصريين كده يعني انتوا بيتكم من قزاز تشوفوا السد العالي ده وحافظوا عليه، ونحن عندنا ناسنا اللي بيقوموا بالقصه دي. فالحكومه الاثيوبيه صرفت 300 مليون دولار عشان تغير تصميم السد عشان يوافق المقترحات السودانيه. الكلام ده قاله الاخ سيف حمد في اكثر من محاضره، ورانا الوثائق اللي قدموها والمقترحات اللي قدموها عشان تضمن السد، وفي لجنه فنيه مشتركه اللي هي اللي بيسموها اللجنه الثلاثيه الفنيه بالانجليزي تي ان سي تراي بارتايت ناشونال كوميتي، اللي فيها اثنين من اميز اللي هم سيف واحمد الطيب، ودي بتمشي بسياسه دلوقتي سيف في اثيوبيا ومعه احمد الطيب. فالمساله بتاع السد وبعدين اتفاقيه اعلان المبادئ اللي حنجيها بعد شويه اللي وقع عليها السيسي والبشير وهيلي مريم دسالين بتثمن الجهود الاثيوبيه لمساله سلامه السد. الكلام ده اتكتب للمصريين ذاتهم وكتبوه في الخبراء بتاعهم، والسيسي وقع عليهم انه تثمن الدول الثلاثه الجهود التي تقوم بها الحكومه الاثيوبيه لضمان سلامه السد. الاتفاقيه معايا ممكن اقراها. فبفتكر انه يعني في تهويل شديد، وانا افتكر انه كان جزء من الخطه المصريه هنا تحول الشعب السوداني انه السد حينهار، وتقبلوا عدد من الناس وابتدوا يتكلموا عنها في السودان انه السد حينهار. ف يعني زي ما ذكرنا الشركه ما حتبني لها سد وينهار، وساليني لو سد انهار حصلت فيه مشكله ساليني خلاص انتهت،
5 مليار بالنسبة للساليني ما كان أي شيء في 10 سنوات. ساليني عنده عشرات السدود وعنده عشرات وسمعته وأثيوبيا وفي مسؤولية دولية وفي مسؤولية قانونية. فما يعني الكلام بتاع إنه السد حينهار دي أنا أفتكر إنه والناس اللي تابعوه ممكن يتذكروا إنه المصريين قالوا إنه المنطقة دي منطقة زلزال، وإذا السد ده انهار هيسبب تصدعات في الكعبة في مكة. هذا يعني ده كلام فيه شوية فيه يعني فيه عدم احترام للعقل الناس اللي بيسمعوا اليوم. فأنا بس أفتكر مسألة سلامة السدود دي، وأنا كتبت عنها كتاب، عندي كتاب اسمه الإطار القانوني لسلامة السدود، وده كان جزء من الدراسة وما كتبت ورقة، كتبوا معي اثنين من أميز الخبراء في المجال ده، واحد اسمه أليساندرو بالميري كان مسؤول من سلامة السدود في البنك الدولي، وشخص آخر اسمه بروفيسور دانيال برادو دلوقتي كان مدير الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية، ودلوقتي عامل كلية القانون في جامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وكان واحد من المقررين اللجنة الدولية للسدود الورلد كوميشن اون دامز. فنحن ثلاثة، ده بيحكم انه شغال في اللجنة الدولية للسدود، وده بيحكم انه مسؤول من سلامة السدود في البنك الدولي، وانا بحكم انه مسؤول من القانون الناحية القانونية. كتبنا الكتاب ده موجود في الانترنت اسمه ريجوليتوري فريم ورك فور دام سيفتي، وهذا الكتاب ظل على مدة 4 سنوات في قائمة المبيعات بتاعت الكتب في تكلمنا عن سلامة السدود وعن الإطار القانوني. والسد النهضة في أكثر من 7 دراسات، من ضمن الدراسات بتاعت سلامة السد، فإذا ذكرنا عن أن السودان ساهم فيها. كان في سؤال وزير إنه هل كان يمكن أن يكون السد مشروع مشترك بين الدول الثلاثة؟ الإجابة نعم، إثيوبيا قدمت هذا المقترح في 2011 وقالت إنه السد دي بتقدر على السودان ومصر يكون سد مشترك في التكلفة وفي الإدارة وفي المنافع. مصر رفضت والسودان تردد وتلكى، ولكن ده كان يعني العلاقة المصرية السودانية قوية. والسنة الماضية مصر قالت إنه عايزين نفتح المقترح بتاع إنه السد يكون سد مشترك. الإثيوبيين قالوا لنا كم خلصنا 65% 63% بس، ما قالوا بيتأخر. أنا كنت في محاضرة في واشنطن وكنت بعرف وزير الري المصري وزير الري الإثيوبي، والمحاضرة كانت في البنك الدولي وتكلم عن المسألة دي، وقال قدمنا المقترح كلام في 2012 لأن تبعات 2009. فذهبت يعني كمستمع وقال إنه قدمنا المقترح بأن السد يكون سد مشترك و توجيهي طلبنا ومصر رفضته في أكثر مناسبة والسودان تجاهله. وقال إنه أنا بحمل صديقي سلمان هذا المقترح ليشيل السودان. قلت له والله أنا أنت عندك سفير في الخرطوم والسودان عنده سفير في أديس، خلي السودان ده هو مشغول، أنا مواطن يعني ما عندي شغل بحكومة السودان ولا حكومة إثيوبية ولا البنك الدولي. فقال لي لا، أنا عايزك تشيل المقترح ده وتديه المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني تقول لهم الكلام ده. ليه الكلام ده بقوله لكن ده ليه حاجه مكتوبه بس، ليه اللينك اللي يقدر يقاله في الكلام ده، وبالتالي قريت الربط وقلت الكلام ده في اكثر مجال، وافتكر انه كان خطا كبير جدا جدا من السودان ومصر انه يرفضوا المقترح الاثيوبي، لانه كل المشاكل اللي بيتكلموا عنها الدراسات وغيره وغيره، وكان البنك الدولي حيجي والمنظمات الثانيه حتيجي وكان حتحل مشاكل كبيره. انا في رايي ده سد النهضه هذا كان يجب ان يكون البديل للسد العالي والرصيص. تقول السد العالي خطا والرسيرس خطا، سد النهضه هذا كان يمكن ان يبنى عام 1960 ويكون بديل، وكل المشاكل بتاعت الرحيله الى حلفه والاراضي القصبه اللي غرقت والاثار وغيره وغيره كلها تجنبها، وكل الفوائد كانت تكون موجوده. فانا افتكر جزء من الهيمنه المصريه علينا وعلى البحر هي اللي ادت للكارثه اللي حلت بالسودان، ودلوقتي اللي افتكر انها الناس يكونوا واعيين لمساله سد النهضه دي. زي ما ذكرت انه مصر رفضت والسودان تلكى، وبعد فتره برزت المنافع للحكومه السودانيه من خلال محاضرات وخلال جهد بعض الناس، وتكلمنا في انا تكلمت في كم محاضره ودعيت للقاء مع مسؤولين عشان نوضح الفوائد دي، ومجموعه في الري احمد الدكتور احمد الطيب والدكتور سيف والدكتور عثمان التوم وغيرهم ساهموا في توضيح الرؤيه دي للحكومه، والحكومه على تدريجيا تتخلى عن رفضها للسد. وفي 4 ديسمبر 2013 بعد عامين و8 اشهر من بدايه السد، رئيس الجمهوريه اعلن في القضارف عن ان السودان يقف قلبا وقالبا مع سد النهضه، وكانوا في القضارف عشان يفتتحوا خط النط الكهربائي اللي جاي بالكهرباء الاثيوبيه. الرئيس حس من ناحيه عمليه انه هذه الكهرباء الاثيوبيه جايه وهو ده الخط الطراي اكتمل والكهرباء الاثيوبيه جايه، واختفى. فكرويل العسكري شاف المساله بعينه واعلن انه الحكومه ايه. فبعدها الاصوات المعارضه الرسميه خفتت وظلت فيها اصوات من غير رسميه بيتكلم عن السد ومداره على السودان وغيره وغيره
فبعد ديسمبر 2013 السودان وقف ابتدى مع اثيوبيا. و في قبل 2013 لما كان الخلاف داير، اثيوبيا وافقت انه تتكون لجنه اسمها لجنه الخبراء الدوليه عشان ما تنظر في الاحتلالات المصريه والسودانيه والمشاكل اللي صاروا. تكونت اللجنه من 2 من مصر، 2 من السودان، 2 من اثيوبيا، و4 من خارج حوض النيل. وكونت في 2011 وقدمت تقريرها في 2013 قبل الرئيس معالي تأييد السودان. ووضحت انه ما في مشاكل اساسيه للسد، لكن بيحتاج دراستين عميقه اعمق من الدراسات اللي عادت اثيوبيا، واحده من الدراسات عن نظم المحاكاه للسدود الاخرى عشان تتضح فؤاده، والدراسه الثانيه عن الاثار السلبيه اللي ممكن تنتج عنه للسودان ومصر. بدا القصه دراستين يقوم بها اثيوبيا. مصر قالت لاثيوبيا توقفي بناء السد لحد ما الدراسات تكتمل. اثيوبيا قالت لها السما قريبه، اللجنه دي ما قالت يوقفوا دراسه، يوقفوا البناء السد، قالت يعملوا دراستين، ودراستين هنعمله. مصر قالت يعملوها اللي تعملها جهه خبراء دوليه، اثيوبيا قالت لا هيعملوها اثيوبيين. النزاع احتدم بعد فتره من التفاوض، وانا افتكر انه اخواننا في وزاره الري سيف وغيره لعبوا دور كبير في انه مصر تتنازل عن انه بناء السد يقيف والسد يستمر، وانه دراسه تقوم بها بيوت خبره من خارج المنطقة تحت إشراف لجنة الفنية اللي ذكرناها قبل شوية، تكون من 2 من مصر، 2 من السودان، 2 من سوريا. كان الوسط حفز لمصر بعض المواجهة وحفز لسوريا بعض المواجهة، وبدأت القصة دي. اللجنة بيتين الخبرة اختاروهم، واحدة اسمها بي ار ال اي فرنسية، واختاروا شركة ثانية اسمها ارتيليا عشان مساعدة، وبدأت العمل فيها. وفي المدة دي سوريا حولت مجرى النيل. انت بتحتاج تبني السد في المجرى الاساسي للنيل، فعشان ما تبني السد في المجرى الاساسي للنيل لازم يكون جيل ناشف، فبتقوم تحول مجرى النيل لمجرى صناعي وتفضي المجرى الطبيعي من كل شيء. ده كان قرار خطير جدا جدا، وده كان هي مرسي اجتماع مجلس الوزراء المصري والمعاون والمعارضين، وكان الاجتماع مزاع، هم ما كانوا عارفين انه مزاع، وقالوا انه نضرب السد ونجيب الاريتريين يضربوه ونجيب الصوماليين يضربوه ونجيب الاوروم يضربوه، وكل الكلام ده كان مسموع للعالم كله. وحصل فيه يعني حرج كبير جدا جدا لمصر، لانه اثيوبيا والعالم كله كان بيسمع وسجلوه اثيوبيا وشعرونا كل العالم انه مصر هتضرب السد. كان محرج جدا جدا، وبيقال انه خلافات داخل مصر وتعريض مرسي للحرج. المهم اللي حصل انه النهر تم تحويله، بني السد في المبنى الرئيسي، عمل السمنت والقرصان والحديد والصبور، تمت في التحويل، تم في 28 مايو 2013. في 25 ديسمبر 2015 الاعمال اكتملت، واثيوبيا رجعت النهر لمجراه الطبيعي. ده كان واضح انه السد بقى حقيقه، يعني انت عملت اكبر عمليتين، تحويل النهر ورجعوا اللي مجراه اكتملت، خلاص بعد السد بقى حقيقه. يعني كان واضح انه في 25 مارس، في 25 ديسمبر 2015 السد بقى حقيقه. اللجنه الدراسات بدات محاوله الدراسات دي بين الشركه البي ار ال اي، بي ار ال اي وارتيليا، وتعثرت الدراسات لاسباب كثيره، من ضمنها الارقام بتاعت يا دول تسهل كم. ومصر قالت انه استخدامات الهسه دي هي اللي هو اسباب الاضرار عليها، انه الى اي مدى السد بيكون مضر لها الاستخدامات الحاليه اللي هي بتشمل كل المياه اللي ما بيستخدم السودان. السودان قال لا 18.5 مليار، يعني احنا يقيسوا لنا ب 18.5 مليار، مصر قالت لنا ده ما بيستخدم 18.5 مليار. فالخلاف تدريجيا بقى مصري سوداني، واثيوبيا قاعده تتفرج وبتضحك بتبتسم بذكاء شديد، انه ربنا كفاها شر الحريه ده. فالاجتماع ده في نوفمبر اللي قبل الماضي كانت ده الاساس بتاع الخلاف، في فانه الارقام والمعلومات اللي حتبني عليها بيت الخبره تقريرها، ما هي هذه الارقام؟ السودان 18.5 ولا 12؟ مصر 55.5 ولا 75؟ واثيوبيا قالت والله انا ما ضرب في الارقام دي، واتفاقيه 59 انا ما ضرب فيها. السودان قالت والله انا موافق على القصه دي، انه اثيوبيا ما طرف، واي ارقام تستخدم ما 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 ما, ما بتمس اثيوبيا من قريب وبعيد. مصر رفضت القصه دي. فالتقرير اللي جاء انه مصر وافقت على التقرير المبدئي
والسودان وسيبيا رفضوه، وفي تفاصيل الناس لازم يعرفوها، انه التقرير ده تقرير مبدئي ما تقرير نهائي، وانه بصير تساؤلات، وبيتكلم عن انه بيمشي باتجاه انه يستخدم الارقام الحاليه. وسيبيا قال احنا وضعنا في الارقام الحاليه ولا مربوطين بها، السودان قال الارقام الحاليه ان احنا عندنا حقوق في اتفاقيه 59. القصه دي برز عنها شيء غريب شويه، انه السودان المتضرر من اتفاقيه 59 بقى عنده مصلحه في اتفاقيه 59 لانه بيتحفظ 18.5، ومصر المستفيد الكبير من اتفاقيه 59 بقت ما عندها مصلحه كبيره في اتفاقيه 59 لانه الارقام اللي بيستخدمها تجاوزت الارقام دي. لكن برضه مصر متمسكه بالاتفاقيه، لكن متمسكه بارقام اكثر من الاتفاقيه، لكن السودان متمسك بالاتفاقيه اكثر من مصر، فده خلقت وضع جديد. وزي ما قلت انه سيربيا مبسوطه جدا جدا بالحصل ده. ف ده اللي حصل. قبلها بشويه انا نسيت اقول انه في اتفاقيتين تم التوقيع عليهم بعد ما الـ 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 بعد ما تم الاتفاق على الدراستين. اتفاقيه اعلان المبادئ اللي وقعت في 23 مارس 2015، اللي هي بمقتضاها مصر اعترفت بقيام سد النهضه وقالت انه السد لتوليد الكهرباء، وانه اثيوبيا عندها الحق في استخدام المياه. والسودان وافق عليها، وده الاتفاقيه اللي تكلمنا عنها، وقالت انها ثمنت الجهود الاثيوبيه في مساله سلامه السد. وقالت انه اي خلاف يحصل بين الاطراف يتم علاجه بالتفاوض. اتفاقيه مهمه جدا، يعني وقع عليها السيسي والبشير وهيرمان المتسلم في 23 مارس في الخرطوم هنا. اتفاقيه في غايه من الاهميه، لان مصر والسودان لاول مره يقبلوا حق دوله اخرى في استخدام مياه النيل، ويقبلوه صراحه بدون اي. الارتباك كان واضح في الموقف المصري، رغم انه وقعوا على هذه الاتفاقيه ظلوا يتكلموا عن السد مضر لنا وغيره. واستمرت التعسف في دراستين لحد ما جاءت اتفاقيه ثانيه اخرى اسمها وثيقه الخرطوم، تم التوقيع عليها في 28 ديسمبر 2015 نفس السنه، واكدت التزام الاطراف باتفاقيه اعلان المبادئ. فده كان في 2015. بعدها بدات الدراسات اللي تكلمنا عنها دي والتعسف في الدراسات لحد نوفمبر، وبعدك حصل الشيء اللي قلناه دي. فانا نسيت في السرد بتاعي اخذت اتفاقيه اعلان المبادئ ووثيقه الخرطوم في مكانهم التاريخي، لانه حصلوا قبل الخلافات الاخيره دي. جاءت الخلافات الاخيره دي ومصر فتحت الباب من الاول، لانه السد مضر مره ثانيه وغيره. ومصر اثيوبيا وغيره والمراقبين تذكروا منه يا جماعه توقعتوا في 2015 على اتفاقيه اعلان المبادئ اللي وافقتوا فيها على قيام السد، فممكن نفتح الباب ثاني ونتكلم عن السد مضر لمصر وغيره. وانه فدلوقتي الخلاف متركز في دراستين ديل، وتابعته الشيء اللي جرى في الفترات في الاسابيع الماضيه دي، وكلام غندور في انه سد النهضه حيساعدنا في انه ما حيكون في سلفه ثانيه لمصر. كلام غندور ما كان متكامل، لانه في سلفه، لكن المشكله ما السلفه، المشكله جزء من السودان ما بيستخدم ال 6 مليار ونص دي. لكن غندور ما كان يتكلم عن 6 مليار ونص، كان على السلفه. سامح شوقي قال انه والله لا في سلفه ولا في اي حاجه، والسودان قاعد يستخدم نصيبه كامل، وانه في السنوات اللي ما بيستخدم نصيبه بتجي مياه تعمل لنا مشكله، ونضطر لانها بتهدد سلامه السد العالي، ونضطر نحولها لتوشكا. طبعا كلام ما سليم، لانه هم طلبوا سلفه من السودان، السودان ادوهم سلفه مليار ونص، وبيستخدموا هذه 6 مليار ونص ومصرين عليها في دراسات. فالارتباك واضح في الموقف المصري، لانه الدراسات بتتطلب انه الناس خدتوا الارقام على الترابيزه، وأخوان المصريين ما لازم يحطوا الأرقام على الترابيزة، لأن الأرقام بتكشف أشياء كثيرة. وزي ما ذكرت السودان مصير على 18.5 رغم إنه ما بيستخدمها. من ناحية قانونية السودان موقفه من ناحية قانونية سليم، لكن ما بالقوة دي. يعني القضية دي لو تعرضت على محاكم، السودان موقفه ما بفتكر إنه بالقوة دي في تأكيده لحقه ل 18.5 مليار، لأنه مر قرابة 60 سنة ونحن ما استخدمنا 18.5 مليار. فبيصعب عليك انه يطالب ده ويفتح الباب لحقوق الدول الثانيه. انا اخذت وقت كثير، اخذت قرابه ساعه من وقتي، فدار انتهي بقول انه صد النهضه اصبح حقيقه، والخلافات دي هي حتتركز في النهايه على فتره من البحيره، الفتره اللي حتملي فيها البحيره دي حتركز على الخلاف، وحيبدا عليها والدراسات دي ودور الدراسات الاثنين. المحاكاه فقدت اهميتها، بقت الدراسه الرئيسيه هي تاثير السد على مصر والسودان. وزي ما ذكرت الارقام اللي كل دوله متمسكه بها هتغلق مشكله. مصر اقترحت انه الكلام بتاع استبعاد السودان، وانه تكون اثيوبيه مصريه. من ناحيه قانونيه مصر السودان لا يمكن استبعاده، لانه في اتفاقيه اعلان
ولأنه في علاقة مع أثيوبيا، في علاقة عملية وفي علاقات تجارية، وفي 4 مليون أثيوبي في السودان، وفي 300 ميجاوات من الكهرباء بتجي هنا، وأثيوبيا ما بتستبعد السودان لأنه السودان هو حليف لها. فالطلبة المصري بيدور على الارتباك، وبيوهن فراي بيدور على الارتباك وبيدور على السزاية. الطلب الثاني بان البنك الدولي يدخل كوسيط ويحل المشكله دي اللي قدمته مصر. البنك الدولي زي ما ذكرنا كان له دور كبير في المفاوضات بتاعت مبادره عهد النيل واتفاقيه عنتري، وانسحب بعد ما مصر والسودان رفضوا التوقيع على اتفاقيه عنتري. البنك الدولي انسحب. فمن السخريه بمكان انه البنك مصر والسودان اللي تسببوا في انسحاب البنك الدولي من مبادره عهد النيل واتفاقيه عنتري، تجي مصر اللي هي كانت الشيء الاساسي، السودان كانت تابعه لمصر. تجي مصر اللي سببت في انهيار مفاوضات حوض النيل وانهيار اتفاق عنتري وانسحاب البنك الدولي، وتقول عايز البنك الدولي يرجع. المصر الذي المصر مصر بيفتكر انه مخرج ليها انه البنك الدولي. الاثيوبيين بيردوا بيقولوا انه مصر عندها نفوذ داخل البنك الدولي. كان في يوم من الايام في 3 اشخاص عندهم رأي نهائي في مسائل السدود والري والأنهار المشتركة. شخص اسمه إسماعيل سراج الدين كان نائب مدير البنك الدولي للبيئة والتنمية المستدامة، وإبراهيم شحاتة كان رئيسي كان مدير الإدارة القانونية، وشخص ثالث اسمه شريف عمر حسن كان من مساعدين شحاتة. أي مشروع بتاع مياه أو سدود كان لازم يمر على 3 شخصين. وإثيوبيا متحفظة ومن الوقت ده كانت تقول للبنك الدولي أنت ما وسيط نزيه، لانه في 3 مصريين في مواقع مهمه جدا. اثيوبيا ما زالت متحفظه على البنك الدولي، وتفتكر انه البنك الدولي رغم انه اسماعيل سراج الدين تقاعد وابراهيم شحاته تقاعد وشريف تقاعد، لكن خلوا وراهم اشخاص ممكن يمثلوا وجهه النظر المصريه وترجح بها. لكن الاهم من ده كله انه استبعاد، اذا مصر فعلا طلبت استبعاد السودان من المفاوضات وانها تكون مفاوضات اثيوبيه سودانيه اثيوبيه مصريه، البنك الدولي ما بيقبل. البنك الدولي حيعاين اتفاقيه اعلان المبادئ. انا لو كنت مستشار البنك الدولي للاقليم، الاتفاقيات بين الدول بالنسبه لنا خطا احمر ما بنقدر نتجاوزه. مصر وقعت على اتفاقيه ومصر والسودان اثيوبيا وقعت اتفاقيه، ده بالنسبه لنا الشيء الملزم ودي المرجعيه. فيقوم تجينا اثيوبيا مصر او تجينا مصر براك ولا عملوا كده، ما بنقبل لا في اتفاقيه لازم يجوا 3 دول. وده الكلام اللي قلته قبل يومين في السودان 24، انه السودان ما يتم ابعاده من ناحيه قانونيه اتفاقية 59 واتفاقية اعلان المبادئ، ومن ناحية عملية علاقة بسيطة مع اثيوبيا واحتياج اثيوبيا اليوم. فعشان البنك الدولي يتدخل لازم الثلاث دول تطلب البنك الدولي، ما مصر براها ولا مصر واثيوبيا. مصر والسودان واثيوبيا الثلاث دول لازم يطلبوا الوساطة، ودي مادة موجودة في اتفاقية اعلان المبادئ انه اي خلاف بين الاطراف يتم حله بواسطة المفاوضات تفاوض بيناتهم، واذا فشلوا على ممكن الاطراف مجتمعين أن يطلب وساطة أو التحكيم من جهة ثانية. يعني دي يحتم مصر بيعتمد عليها، لكن مصر محاولة تاكل الكيكة وتحتفظ بها في نفس الوقت، إنها تستبعد السودان وهي تمشي البنك الدولي تقول البنك الدولي تعال، البنك الدولي ما بيجي. البنك الدولي لأنه في اتفاقية ملزم بهذه الاتفاقية، مش ملزم بهذه الاتفاقية، لكن حيلتزم بنصوص هذه الاتفاقية وما حيخرقها ويمشي يتعاون مع مصر وأثيوبيا ويترك السودان، لأنه السودان طرف في اتفاقية. فالخلل الموجود من ناحيتين، من الناحية القانونية إنه هذه الاتفاقية ملزمة السودان ومصر وقرار وزارة 3 وما في دولة ممكن تطلب بعد دولة ثانية، والناحية العملية بتاعت العلاقات الوطيدة بين السودان وأثيوبيا. أثيوبيا دلوقتي علاقات وطيدة جدا من السودان، 4 مليون أثيوبي موجودين في السودان، علاقات تجارية الكهرباء وغيره وغيره، فلا يمكن أن تضحي بهذه العلاقة. ممكن تفتكر أن السودان حليف لها في مسألة سد النهضة، والسودان اقتنع بأن سد النهضة سد مفيد له، وبالتالي فانا بفتكر انه مساله البنك الدولي حتموت موت طبيعي، لانه ما اعتقد ان اثيوبيا حتوافق عليها. وافتكر انه مساله ابعاد السودان هي نفسها خلقت اشكاليه لمصر، لانه التركيز حيكون على انه السودان يبعد ولا ما يبعد. مصر قالت السودان انا ما قلت الكلام ده، لكن يعني كل البيانات بتشير لانه الكلام اتقال، وانه الاثيوبيين ما ممكن جرايد وصحفهم تقول الكلام ده بتطلع مصر وما حد، اذا كان ما عنده بينه ممكن يقدموها للسودان توري انه مصر طلبت ابعاد السودان مصر. فمطالبة بعد السودان من المفاوضات ما وارد لا عملية لا قانونية ولا عملية. إشراك البنك الدولي ما بتم إلا بموافقة 3 دول، السودان ومصر وأثيوبيا. أثيوبيا لا أعتقد أنها توافق على البنك الدولي. السودان ما حيوافق على البنك الدولي مش لأي سبب، لكن لأنه عشان يأكد أنه هو لن يتم إبعاده. فأنا بفتكر أنه من رأيي الخاص كمتابع بفتكر أنه وزارة البنك الدولي حتظل بالونة بتاعت اختبار، لكن
ما السؤال الاخر انه هل البنك الدولي بعد ان لجخ كل اللجنه دي ويعني عومي كل المعامله دي، هل حيقبل انه يكون وسيط في الاتفاق؟ واذا قبل انه يكون وسيط، البنك الدولي طلع تقرير سنه 2008 موجود معي هنا بيقول ان السعوديه الاثيوبيه هي مفيده للسودان ومصر. انا لو كنت مصري بتحفظ على الكلام ده، على انه مش البنك الدولي، البنك الدولي طلع تقرير وبيتكلم عن فوائد السدود السودانيه. التقرير اسمه Opportunities for Cooperative Water Resource Development on the Eastern Nile. This can rewards. Opportunities for Cooperative Water Resource Development in the Eastern Nile. Eastern Nile هو النيل الشرقي. فده طلع التقرير طلع من البنك الدولي وبيتكلم عن فوائد السدود في اثيوبيا وعلى السودان ومصر. فالمساله معقده يعني ما بالسهوله دي، وانا بعتقد انه في نهايه الامر هي برنامج اختبارات رفعها اثيوبيا وتكون مربوطه بالاثنين مع بعض، وما افتكر حد يمشي قدام. ما افتكر انه ما يعني ما افتكر انه اثيوبيا حتوافق عليها، والبنك الدولي نفسه قد ما يوافق عليها. فبختم الحديث واخذت وقت كثير، انه في صراع معهوم على حوض النيل من خلال مشاريع احاديه، خاصه مشاريع السدود في اوغندا. في اربع سدود بنتها اوغندا، بوجاجالي، سيمبا، كاروما، و مستد رابع، واثيوبيا بنت مجموعه من السدود. وفي مشاريع بتاعت نقل مياه من بحيره فيكتوريا بتقوم بها تنزانيا لشرب المياه الشرب، ودي كلها مشاريع حاديه، ما في تنسيق، ما في ترابط بيناتها، ما في هيئه بتشرف عليها، ودي يعني وضع ما سليم في حوض زي النيل. وزي ما ذكرنا انه النيل ضعيف الايراد، وانه البنك القانون الدولي ما موجود في النيل، انه السيطره المصريه السودانيه هي ضد القانون الدولي اللي بيحكي كل الدول حقوق. وميلاد جنوب السودان رغم انه المشاكل الموجوده في جنوب السودان بوري انه الوضع الموجود يعني جنوب السودان لو كانت ثبتت كدوله كانت حتقيف مع دول المنبع وحتقوي دور اثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا. واضح انه في تمحور، وواضح انه النظريه الاساسيه بتاعت اداره الاحواض المشتركه اللي هي التعاون غائبه تماما في حوض النيل، لانه زي ما ذكرت انه انا في رايي انه سد النهضه كان يجب ان يكون البديل لوسيرس والسد العالي، وحتى بعد فقدنا الفرصه دي بتاعت انه يكون البديل كان يجب ان يكون مشروعا مشتركا بين السودان ومصر واثيوبيا، والسودان ومصر ضيعوا الفرصه دي. فبقيف هنا، واذا في اي اسئله ممكن نتناولها ونقعد نص ساعه ثانيه و40 دقيقه اذا. فشكرا على استماعكم، واسف اذا كنت قد اطلت عليكم. طيب نشكر الدكتور او البروفيسور سلمان محمد احمد سلمان على المحاضره، والله قيمه شديد، يعني احسن محاضره انا اسمعها لي فتره. أنا شخصياً غيرت استفدت كثير، وحسب التعليقات اللي أنا شايفها الناس كلها مبسوطة شديد ومستفيدة. والله هو حالياً حسب قاعدين نحضر 90، لكن من قبل الناس بتخش وتطلع. فهناخد الأسئلة، هنمشي في أسئلة أوريدي الناس كتبوها من بدري، هنرجع لها شوية، لكن إذا لو عنده أسئلة بعد كده ممكن أخدها وهنجاوب على الأسئلة قدر ما تيجي. انت يعني جاوبت على كميه من الاسئله في النص، كويس انت تناولتها. في اول سؤال اسينج زول طرحه وقال: ما هي خطه السودان لضمان امننا المائي والاستفاده من حصتنا المشروعه في قانون السدود الجديده غير سد مروي في ظل التنافس الشديد؟ انا حقرا لك ما هي خطه السودان؟ ايوه السؤال ده زي بيفترض انه انا شغال في حكومه السودان، وانا ما اترف في حكومه السودان، وانا باحث مستغل، لكن بدي رايي للاخوه في وزاره الري، بيقول وجود من الراي وبيرفضوا اخرى من ضمن اللي قبلوه، واشياء كثيره متعلقه بوزاره النهضه، ومن ضمن اللي رفضوه هو الانضمام لاتفاقيه الانتبي والانضمام لاتفاقيه الامم المتحده. كتبت اليوم وبعت معه قلت لهم انضم لاتفاقيه الانتبي والانضمام الامم المتحده، لكن يبدو انه في جهات عليا ما الراي ده ما اقتنعت به، ورغم ما بفتكر انه هم فاهمين. في الوقت الحاضر انا يعني الحاجه اللي يعني بتزعل في قصه بتاعت السودان، سنه 57 وعيد الدراسه، وقام بالدراسه دي برئاسه الوفد اللي قام بها، المجموعه اللي قامت بها، شخصي بريطاني من اميز البريطانيين الشغال في السودان اسمه هامفري موريس. والدراسه دي اكدت ان السودان محتاج، مش اكدت لكن اوضحت ان السودان محتاج 23 مليار متر مكعب، وانه المفاوض السوداني يجب ان يصير على 23 مليار. وقسمتها الجزيره، كنانه، الترومبات، الرهد، السوكي، قسمت المياه دي. فسنه 57 نحن كنا بنقول انه محتاجين 23 مليار متر مكعب من مياه النيل وحنستخدمها. لما نجي سنه 2017 2018
يوم 17 يناير بيكون استخداماتنا 11 ل 12 مليار، اقل من نصف الكميه اللي سنه 57 اللي هي قبل 50 60 سنه كنا بنطالب بها. ده انا في رايي انه اداره مياه النيل واداره الريف السودان ظلت متخبطه وظلت ضعيفه لحد كبير، وادخلت السودان في كل هذا الحرج لانه فشل استقطاب نصيبه، وادخل السودان في السودان عنده اراضي ضخمه جدا ممكن تروى وممكن يستفاد منها. فانا بفتكر انه ما زال السودان متعثر في المساله دي، وما زال ما لا اعتقد ان لدينا خطط لاستفاده من مياه النيل. اجابه يعني محبطه، لكن انا في رايي ان هذه ده الوضع اللي موجود في السودان. بتاثر ايجابيا يا سيد الروسيرس وسنار فقدوا 50% من امكانياتهم التخزينيه ومن امكانيه توليد الكهرباء بسبب تراكم الطمي. الطمي النيل الازرق بيجي حامل كميه ضخمه حوالي 20 مليون طن في السنه من الطمي. بعضه يكون زايد اللي هو بنستفيد منه، وبعضه يكون في شكل كتل بترسب في قاع البحيره، واللي ترسبت وتتذكر في السبعينات والثمانينات والتسعينات يقول لك الكهرباء قطعت والله الطمي قفل التوربينات. ده كان البيان الرسمي بيجينا من وزاره الكهرباء وزاره الري. دلوقتي سد النهضه احجز حوالي 70% من الطمي، ودي ممكن احنا بعد شويه بعد ما سد النهضه يكتمل نقوم بحاجه اسمها نظافه سد البحيره، ونرجع للتخزين بصوره كبيره جدا جدا، لانه الطمي اذا شلنا الطمي دي اذا وجدنا الابراج السياسيه والمجروش والمعارف الفنيه، لانه بيسموها دريجنج اللي هي نظافه الاطراف فنعم دريجنج لنشيل الميت. لي ترجم الدريجنج دي كلمه سليمه، او لكن هي ننظف الطمي وننظف البحيره. فاذا قدرنا ننظفها معناها حنرجع حيكون عندنا تخزين اكبر. التخزين ممكن بس في الروسيرس يكون 10 12 مليار متر مكعب بس في الروسيرس، وتوليد الكهرباء حيزيد ب 50% ب 100%. يعني اذا كنا بنقول ان الروسيرس دلوقتي بولد له 150 حترتفع ل 300 ميجا وات. الاثار الايجابيه اللي حتتم للروسيرس و و و و وزينار ايضا مش الروسيرس بس. بالنسبه للتاريخ خلينا اجاوب وساعتين ولا المنطقة الوحيدة اللي وجدوها الباحثين البريطانيين هي جبل أولياء. غير جبل أولياء ما في أي منطقة تصلح في شمال السودان. في جنوب السودان في منطقة فولا، وفي منطقة جنوب جوبا دي في ممكن تصلح سدود، لكن النيل الأبيض المنطقة كلها منسابة مسطحة وسدود بتحتاج لانحدار فما موجودة. وجبل أولياء نفسه أصبح كارثة للسودان. يعني جبل أولياء بنته مصر كمقابل لخزان سنار زي ما ذكرنا في البداية بتاعت المحاضرة دي، وفقد قيمته لمصر لأنه مصر كانت بتخزن 4 أو 5 مليار، دلوقتي بتخزن 162 مليار في بحر السد العالي فما محتاج له. اتفاقية 59 نفسها بتقول إنه السد يسلموه للسودان بعد اكتمال السد العالي، ما سلمونا له. السد العالي اكتمل سنه 70 وتم افتتاحه في 71، ما سلمونا السد لحد 77. والسد له عبء كبير جدا جدا وحرج السودان. ليه؟ التبخر 3 مليار ونصف متر مكعب مليار متر مكعب بيتبخر من بحيره خزان جبل أولياء. الفوائد شنو؟ ضعيفه جدا جدا. في شويه ري لكنانه، في شويه ري لترومبات، في حوالي 16 ميجا وات ذات كهرباء، لكن هذه الفوائد الري البسيط لكنانه والترومبات والكهرباء البسيطه اللي بنتيجها يعني ما متناسخه اطلاقا مع كميه المياه اللي بتدخل سنويا 3 مليار ونص. سنه 2003 تنزانيا كان في جفاف حاد جدا جدا في اقليم شمال غرب تنزانيا اسمه شينيانجا، والناس ما لاقين مياه شرب، والمطر توقف والانهار القيران والانهار المسميه جفت. فتنزانيا قامت شقت قناه من بحيره فيكتوريا عشان توصل مياه شرب للقرى دي.
مصر احتجت احتجاج شديد جدا جدا في انها اتفاقيه 29 بتلزم تنزانيا انها تقترني، والسودان وقف مع مصر. كان خطا اخلاقي كبير جدا جدا لانه مياه للشرب. الوزير التنزاني جاء في الامم المتحده وقال يا السودان ومصر انتوا في النيل الابيض دي في 3 مليار ونص متر مكعب بتتبخر. يعني احنا كل اللي عايزين لنا 200 مليون اللي هي 5 مليار لمنو؟ لشرب لمياه شرب. تعترضوا عليها؟ العالم وقف مع تنزانيا وكل الناس ادانوا الموقف المصري السوداني، وبعد السودان ومصر سكتوا لانه حسوا الحرب. انه النيل الابيض ده بيتبخر منه 30 مليار في جنوب السودان و3 مليار ونص في خزان جبل اولياء، وتنزانيا يرفضوا لها انها تمد لها قناه عشان تسقي لمياه شرب. فكان موقف محرج، ودي دي من الاخطاء اللي ارتكبوها مصر والسودان وخلت العالم يقيف مع اثيوبيا ويقيف مع دول المنبع. غير يعني اتفاقيه 59 ونوع التصريحات دي، فانه شيء تنزانيا، تنزانيا قالت انه ما معنيين وحنبني المشروع ده وحنبني مشاريع ثانيه وناس ما حيموتوا بالعطش. اذا السودان ومصر بيفتكروا انه في مشكله بيجونا نحن بنتكلم معاهم، لكن ما حنوقف. فكان خطا كبير يعني انه التصريحات دي كانت خطا كبير جدا جدا. فما في يعني ما في النيل الابيض، ما في وهو جبل اولياء. وجبل اولياء كان الحكومه فكرت بانها بعد ما اتبنت، بعد ما السد العالي اتبنى وبعد ما حصل بانه مشاكل كثيره نزيله. انا كتبت مقال تلقاه في الموقع بتاعي عنوانه خزان جبل اولياء بين الابقاء والازاله. والمشكله انه الحسانيه هنا الحسانيه اخذت اراضيهم سنه 1930 وتم تعويضهم جنيه للفدان، جنيه سوداني للفدان عشان ما يقيموا خزان جبل اولياء عشان ما البحيره اللي حتغمر اراضيهم. وجزء من القرى اللي كانت موجوده تم ترحيلهم، من جزء الناس منهم مشوا بقطرينا وناس مشوا على الدويم، والاراضي الزراعيه ضخمه جدا جدا. لما الحكومه قالت والله انا مفكره انه انهي ان ازيل خزان جبل اولياء، ازيله كيف؟ ما حتكسره بس حتفتح البوابات خلي المياه تمشي شويه شويه، البحيره حتنحسر لحد ما تصل تبقى في مجرى النيل بس. الاراضي اللي كانت مغطيه بالبحيره حترجع اراضي زراعيه. الاراضي حقت منو؟ حقت الحكومه دفعت جنيه سنه 1930 ولا حقت الناس اللي شالوها منهم؟ الحسانيه قالوا دي اراضينا ونحن اديناها للحكومه عشان تبني خزان جبل اولياء، ودتنا جنيه في الفدان. الجنيه ده بنرجعه لكم وترجعوا لنا اراضينا لانه الخزان ما زال موجود. الحكومه قالت لا انا عوضتكم ودي اراضي حقتي. حصل جدل كبير جدا جدا، وانا اتصل بي مجموعه من الناس قالوا لي قرينا مقالك وعايزين نجيب. جوني في البيت وقعدوا معي فتره طويله جدا ناقش الموضوع ده، وكان رايي واضح انه الاراضي دي اخذت لصالح العام اللي هو خزان جبل اولياء، رغم ما في صالح عام مباشر لكن غير مباشر، بمعنى انه مصر ما كانت حتوافق على قد قيام خزان سينار اذا ما بنينا جبل اولياء، ففي صالح عام اللي هو خزان سينار، وهذا الصالح العام انتفى، وبالتالي هذه الاراضي يجب ان الا اذا كان في صالح عام اخر، وصالح عام اخر لازم تتفاوض مع زياده الاراضي، لكن هذه الاراضي اصبحت اراضي تعاد للناس. طبعا هم الجيل الثالث او الرابع يكون بعد الجيل اللي قبلنا، ان هذه الاراضي ان اراضي تعاد سيادة يعني اصحابها احق بها اذا طاروا بها. كان رايي اليوم فاخذوا الراي دي ومشوا الحكومه، والحكومه يبدو انه يعني حسب انه قضيه المواصيل لسه ما اتحلت وده دايما يفتحوا لهم. انا كتبت مقال قلت انه إزالة خزان جبل اولياء ستفتح مناصير اخرى للحكومه. فيبدو ان الحكومه حسب انه دي حتفتح لها باب، وان عندها معارك كفايه في الوقت الحاضر ده في اكثر من مالك، وما قدرت تفتح لها معارك بتاعت مع الحسانيه بعد المناصير. فالموضوع ترك في الوقت الحاضر، لكن في اي لحظه ممكن يعني في المنافع قليله جدا والتبخر كبير والاراضي ضخمه جدا جدا. اذا وصلوا لتسويه مع اصحاب الاراضي ديل الكل حتعمل حكومه انها تزيل البوابات تخلي النيل الابيض مفتوح وقليلا تنحسر المياه وتقوم تجي في مجرى الابيض وترجع الاراضي، وحترجع اراضي خصبه جدا جدا، اراضي خصبه جدا. انا تكلمت مع اخوانا سيف واحمد طيب وقالوا يعني الاثيوبيين وافقوا من حيث المبدا، لحد دلوقتي بيبيعوا لنا 300 ميجا وات، لكن لحد هسه الاثيوبيين قالوا هم لحد ما يقتنعوا بانه السد يكتمل حتى بعد ذاك التربينات الاربعه تتولد كهرباء ويضمن انه السد موجود حتى يخشوا في اتفاقيات، لكن في الوقت الحاضر ما حيوقعوا اتفاقيه.
الاثيوبيين وقعوا مذكره تفاهم انه حيصدروا كهرباء للسودان، مذكره تفاهم لكن ما اتفاقيه معهم يعني، وقعوا مذكره تفاهم مع جنوب السودان قبل الانهيار اللي حصل فينا في السودان دي، انه جنوب السودان يديهم بترول مقابل كهرباء. وقعوا اتفاقيه مع كينيا، اتفاقيه ساريه وشغاله لانه ما عندها علاقه بسد النهضه ولا النيل، دي من نهر الاوم والقناوي. وقعوا اتفاقيه مع يوغندا، يوغندا محتاجه لكهرباء وبتبني في سدود، والنيل الابيض مهما كان سد قوي مهما كان سد مرتفع وقوي ما بيولد كهرباء كثير لانه انسياب ضعيف يعني ما زي النيل الازرق، فمحتاجه لكهرباء بعد ما تبني السدود الاربعه بتاعتها دي، وجقالي وسيمبا وكاروما، حذكر السد الرابع حذكر الرابع بعد شويه، محتاجه لكهرباء. فوقعت مع كينيا ويوغندا وجيبوتي، جيبوتي كلها كهرباء بتجي من اثيوبيا، ووقع اتفاقيه مع اليمن قبل انهيار الحكومه في اليمن عن طريق كيبل بحري من اثيوبيا يمر بالبحر الاحمر ويمشي اليمن ولديهم كهرباء. الصومال اللي ما فيها حكومه دي وقعوا اتفاقيه مع شركات صوماليه انه يصدرون كهرباء. حتى سالت واحد اثيوبي قلت له الصومال دي ما في حكومه بتضمنوا كيف تدفع لكم القروش؟ قال لي استفيدنا من تجربتكم بنظام الدفع المقدم، فبيدفع مقدم ويرسل لهم الكهرباء، فعندهم سوق، عندهم سوق ضخم جدا. اثيوبيا حيكون عندها كهرباء اكثر من اللازم، حتعمل بها شنو؟ محتاجه لسوق، محتاجه لسوق كبير لها. السودان حيكون سوق كبير، وحتى مصر نفسها ممكن تكون سوق للكهرباء، لان اذا متوقع انه بسنه 20 اثيوبيا حتولد 22000 ميجا وات، احتياجاتها 10000 ميجا وات، حتعمل بشنو 12000 ميجا وات؟ لازم تبيعها. فبالتالي الاتفاقيه حتتم. بالنسبه للتخزين تحدثوا، انا سرت النقطه دي معاهم وقالوا انه اثيوبيا برضه طلبت انها وافقت من حيث المبدا، لكن طلبت انه لحد ما يكتمل لحد ما يبدا التخزين، قالوا كده خلونا نخزن احنا في الاول شويه حتى بهذا نتكلم معاكم نخزن لكم اياكم، لانه احنا ما خزننا اي شيء. انا بفتكر العلاقات السودانيه الاثيوبيه دلوقتي في اميز اميز وكده، يعني الملك الزناوي مشى القاهره عشان يوروا انه الزياره اللي شنو رسل وزير الخارجيه هنا، وزير الخارجيه وصل في نفس اللحظه اللي الملك الزناوي مش الملك الزناوي مازن هاي اللي مريم تسرين وصل القاهره. فالعلاقة مميزة، في 4 مليون اثيوبي في السودان حكومته. الاستثمارات السودانية في اثيوبيا ضخمة جدا جدا. بيتكلموا عن 7 مليار 8 مليار دولار استثمارات السودانية في اثيوبيا. التجارة الحدود الكهرباء. فأنا أفتكر إنه العلاقات السودانية الاثيوبية هسه علينا حكومة السودان إذا كان فعلا بيتكلم عن علاقات اقتصادية وعلاقات تجارية، هي الدولة الوحيدة اللي عندها علاقات اقتصادية وتجارية ممكن تستفيد منها استفادة قصوى هي اثيوبيا. ده الكتاب السودان ومياه النيل، و انا عندي كتابين دي وبالعربي يعني كتب الاخيره عن السودان، عندي 15 كتاب، لكن الكتابين عن السودان دي شوفوا السودان ومياه النيل، وفي الكتاب اللي قبله انفصال جنوب السودان. الكتابين دي حاولت اطبعهم في السودان وواجهتني صعوبات كبيره جدا جدا في طباعتهم، لانه قالوا اي كتاب لازم يمشي للمصنفات الادبيه ويجددون 6 شهور، ولازم تعكس كل المقترحات بتاعتهم في كتابك حتى وترجع لهم ثاني. هذا ما شغل اكاديمي، ولا انا بقبل انه شغل البحثي يشرف عليه شخص انا ما بفتكر انه مؤهل. عشان الحاجه الثانيه قالوا لي انه اي كتاب عن انفصال جنوب السودان يجب ان يسهم لمجموعه نيفاشا، المجموعه الفوضى. انا الكتاب بتاعي يكون نقد لمجموعه نيفاشا من البدايه للاخير للنهايه، نقد. انا ما دي ما بفتكر ان ظروف اي زول كاتب جادي بيقبلها، فما قدرت اطبع الكتب في السودان، طبعتها في امريكا. الكتب دي تصميمها تم في امريكا، وحتى تصميم الصفحات الداخليه تم في انجلترا في شركه اسمها ام بي جي، يعني هسه مثلا هنا مكتوبه صوره الغلاف ملتقى النيلين الازرق والابيض في خطوط تصوير هشام كاروري، واحد من اصدقائي هنا. تصميم الغلاف تجسير الملك زميلنا في امريكا. تصميم الصفحات الداخليه شركه ام بي جي العالميه. الطباعه بوك ماسترز في امريكا. فطبعتهم في امريكا، عملت التصميم في لندن وطباعة في امريكا، مكلفه جدا الحياه دي بالنسبه لي، لكن كان الكتابين بالنسبه لي مهمه جدا جدا. جيت السودان وبعد الكتب طبعت وحاولت انه الحكومه تسمح بدخوله، فما ما لحد دلوقتي ما وجدت ما عندي ورقه في يدي بتقول انه الحكومه تسمح بدخوله. بنجيب معي كميات بوزعها على بعض الاصدقاء وعلى بعض الزملاء وعلى الجامعات، كل الجامعات فيها. في شركه اسمها جي تاون في السوق العربي،
سمعت بقى يا جاسم؟ ناس جيتا، ناس جيتا ديل بيشيلوا اي كتاب وبصوروا لك اي كتاب، لا عندهم كوبي رايت، لا عندهم حق المؤلف، لا حق الطابع، لا حق الناشر، لا شيء. فمجموعه من الزملاء شالوا كتاب من الزباين والوزاره، الكتاب ده ودوا لهم وقالوا لهم عايزين نسخ منه، وابتدت النسخ تطلع وتطلع وتطلع، وانا عرفت فيما بعد انه الكتاب ده موجود عندهم، فمشيت اشتريت منهم وزعته وسالتهم بعد فتره وقال لي بنطبعهم. فحتى بعد زي زيارتين ثلاث زيارات عرفوا انه زول بيشتري منهم دي وسيد الكتاب. فبعد فتره سالتهم قالوا هم بيبيعوه جاهز منهم. فجيت اون دي في السوق العربي في عماره ودي الجبل جنب صينيه اسمه الصينيه كان شالوه ورجعوه ثاني. فعماره ودي الجبل اسمها شركه اسمها جيت اون في السوق العربي في عماره ودي الجبل في الصينية كده جنبها الشارع تحت الناس ما بيعرفوها، فموجودين عندهم كله. بعدين كل يوم سعرهم بيزيد، اكيد ابدا في صاجر السودان بدا ب 100 وده ب 75، الوقت ده اظن وصل 100 و200 جنيه وده ب 52. فبيقول لك الكتب الورق والحبر بيجيبوا من برا لكن بيطبعوها، الطباعه كويسه يعني ما بالاناقه بتاعت الطباعه الامريكيه دي، لكن يعني من بعيد ما بتقدر تفرق بيناتهم. فانا اسف جدا انه ما عندي نسخ، لان النسخ اللي جبتها هسه خلصت. فشوف ناس جي تاون ديل في عمارة ودي الجبل في السوق العربي تلقى كتابين الاثنين عندهم. سؤال وجيه جدا، ده برضه من الاشياء اللي خوفونا بها المصريين، انه والله سد النهضه هيحجز لكم الطمي وانتم هتحتاجوا لسمادات طبيعيه وغيره وغيره. سد النهضه ما هيحجز لكم الطمي، سد النهضه هيحجز 70 ل 75%. في طمي زايد في المياه، ده ما بتقدر تحجزه، ده ما خلاص زايد، في الطمي الصغير اللي بيمر عبر البوابات. فالدراسات اللي عدوها ناس وزاره الري انه الطمي الحي دي اكثر مما محتاجه. انه المشكله الكبيره الطمي الكبير اللي بيقفل لنا التوربينات دي هو اللي هيتحجز، لكن الطمي الزايد في المويه وغيره وغيره ده كفايه جدا بالنسبه لنا وما محتاجين اكثر منه. لا ولا ما حيلعب دوره، حينظم دوره وحيساعده مساعده ايجابيه، لانه لسببين. السبب الاول الطمي اللي تكلمنا عنه ديه، السبب الثاني انه المياه هتكون مسابه طوال العام، يعني الرصيرس بده يولد كهرباء في يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر وثاني يجيب وكل كهرباء تقل، الكهرباء هتكون طوال العام. نفس الشيء بالنسبه لمرمي الكلام اللي قلته، لانه المياه مسابه طوال العام. فالدور بتاع سد النهضه دور ايجابي ومساعد لسد السودان، سواء كان سنار او الروسيرس او مروي. صح يا شارع السيد عبد الرحمن، صينيه الكندول، صينيه اسمها الكندول وشارع السيد عبد الرحمن، شكرا جزيلا. فالعنوان الكامل شركه جي تاون عماره الجبل شارع صينيه الكندول شارع السيد عبد الرحمن. ده سؤال وجيه، انه هل السودان دولة منبع ام دولة مصب؟ واخواننا المصريين ضمونا اليوم بحكم التحالف ده ويسمونا دولة المصب. احنا ما دولة مصب، دولة المصب هي التعريف بتاعي الدولة اللي بينتهي فيها النار. فاحنا ما دولة مصب، انا دولة منبع؟ ده سؤال وجيه. في كمية من الامطار، كمية من المياه بيتضاف في السودان للنيل، الامطار والخيران الموسمية بتضيف حوالي 10 مليار. الامطار والخيران الموسميه او 12 ده في الشمال. في الجنوب بتضيف حوالي 25 مليار، بتتبخر منها 30 مليار في مستنقعات جنوب السودان. فمياه الجنوب بتضيف مستنقعات. مياه الشمال اللي هي حوالي 10 11 مليار بتضيف في الانتقال، يسموها فاقد الانتقال، دي التبخر والتسرب بتاع المياه. فالكميه بتاعت المياه اللي بنضيفها بتضيع كلها في التبخر والسرور، بالتالي احنا الاضافه بتاعتنا صفر في المحصل النهائي، بنضيف 11 مليار بتتبخر في فاقد الانتقال 11 مليار في اضافتنا صفر. فنحن ما دوله نصب ولا دوله منبع، احنا دوله عبور، دوله بيعبر بيعبر نهر النيل والشيء بنضيفه بيتفقد في فاقد الانتقال. الكتب في امريكا موجوده في واشنطن في
في مكتب اخونا كمال طيفور، وكاله البحر الاحمر. التليفون بتاعه ممكن اديك التليفون بتاعه او عنوانه، التليفون ما نقول مش كده فصح. طيب خلاص، في وكاله البحر الاحمر للسفر والسياحه، بتلقاه في الانترنت، عندهم ويب سايت وبتلقى العنوان وتليفونه. شكرا جزيلا، شكرا جدا. لا لا ما في مشكلة، يعني ممكن ناخذ سؤال سؤالين ثاني إذا في. كان بيكون أجمل لو قدرنا نشوف الباوربوينت. أنا عندي باوربوينت وكنت شغال بيه، لكن طبعا التعقيدات بتاعت التكنولوجيا ما قالت اما نحن او الباوربوينت، الاثنين ما بيمشوا مع بعض. ففضلت اكون موجود انا واشتغل بالباوربوينت، فان شاء الله التجربه الجايه نكون نجحنا في انه نجمع الاثنين. سؤال يعني انا افتكر انه مصر ما عندها اي خيارات. هو القصه بتاعت تنسحب وترجع وتنسحب، بس انت اصلا السد اصبح حقيقه. السد اصبح حقيقه، انت بمجرد ما تحول النيل لمجرى صناعي وتكمل الاعمال الخرسانيه والحديديه والسخريه وترجع النهر لمجراه الطبيعي، خلاص يعني الحل السد اصبح حقيقه. انا افتكر انه الحل الوحيد لمصر انها ترجع لمفاوضات التفاوض وتتفاوض بحسن نيه وتكون كروته في الترابيزه، لكن ما عندها اي حل. يعني في كلام عن الحرب، السيسي الليله قال ما حنحارب، وسمعت قريت كلامه قال ما حنحارب والسودان وسيبيا دول شقيقه. انا افتكر انه ما زالت الحرب دي ما العالم ما بيتقبلها، والامكانيات بتاعتها صعبه. يعني عندهم في كلام عن في قاعده في ساوة في اريتريا، هل تقدر تدير لك حرب من قاعده في اريتريا؟ اي 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 قوات مصريه يجب ان تعبر السودان؟ السودان دلوقتي ما حيسمح لها قوات مصريه ولا من اي. فانا افتكر الخيار الوحيد لمصر هو التفاوض، والتفاوض بالحسنيه. وافتكر انه مع الاقتناع بان السد ناقص بحقيقه، والتفاوض على مساله الفتره بتاعت ملء البحيره، ده الشيء المحك بالنسبه لهم. نعم، اتفاقية عنتبي. اتفاقية عنتبي كما ذكرت اللي هي اتفاقية اللي وقعوا عليها 6 دول، اثيوبيا، كينيا، يوغندا، تنزانيا، بوروندي، ورواندا. هي اتفاقية ما فيها محاصصة ولا بتحدد نصيب اي دولة ولا حاجة، بتضع اسس لتوزيع مياه النيل. اتفاقية زي ما ذكرتها اتفاقية عادلة مبنية على اتفاقية الامم المتحدة لمجال المياه الدولية، والبنك الدولي ومجموعة من الخبراء ساهموا في التفاوض عليها. الاتفاقية كما ذكرت انهارت بسبب اصرار مصر والسودان على الحقوق القائمه والاستعمالات القائمه والحقوق التاريخيه، ودي بينسف كل المبدا بالنسبه للقانون الدولي وبينسف مبدا مبادره فضل النيل. فانا افتكر انه انا هسه جهدي بتاعي بعد صدر النهضه المؤتمر انه اقنع الحكومه واقنع الناس في وزاره الري انه يوقعوا على اتفاقيه عن تبريد. انا بفتكر انه اتفاقيه منصفه واتفاقيه عادله، وبفتكر بتحل كل المشاكل. زي ما قلت لك ما فيها ارقام، ما فيها محاصصه، بتترك الاشياء لتوزيع الدول. وهي الاتفاقيه زي ما ذكرت مبنيه على الاتفاقيه المتحده اللي هي المرجعيه الوحيده في العالم الليله. يعني كل ذكرنا محكمه العدل الدوليه ومحكمه التحكيم الدوليه واللجان كلها بترجع ما في غيرها. فانا افتكر ان الاتفاقيه عندي هي الشيء السليم وهي الشيء
اللي يجب ان السودان يوقع عليه ويرجع له. طيب انا هتكلم من قدام لانه قالوا صوتي ما واضح، فحقيقة بس التعليقات اللي قلتها. بالنسبه للفيديو اول ما يخلص بياخد كام دقيقه بس بعد الفينش عشان يرجع، وهنحط اللينكس حقت الدكتور حق الويب سايت حقه، فيه كميه من الببليكيشنز حقته والكتب، وبرضه ممكن تلقوا التفاصيل حقت السي في حقته هنا. بعد كده يسمح هنختتم وهنشكر تاني الدكتور بروف سلمان محمد أحمد سلمان على المحاضره القيمه شديد، وإن شاء الله تكون الفائدة عمت، ويعني أرحب بك إن شاء الله تاني في المستقبل في ويبينار قادم جدا. شكرا على الدعوة، وأنا سعيد إنك جايت لي، لأنه أفتكر إنه يعني الشيء اللي ربنا أداني لي وقعدت في المجتمع في منظمة دولية وأشرف عليه، عدم الفرقات وحل عدم المنازعات، هذه معلومة الواحد محتاج يعني يوزعها على الناس والناس يعرفوا عنها ويناقشوا فيها فدي فرصة طيبة، وأنا أفتكر أشكركم عليها إنه نجحت في هذه الفرصة أوصل المعلومة اللي ربنا أداني لها لعدد كبير من الأخوان والأخوات والزملاء والزميلات. شكرا جزيلا على الدعوة. تمام، فنشوفكم إن شاء الله في الويبينار القادم، وعشان الويبينار ما يطول فكده نختتم الويبينار. مع السلامة.